الخير على حضراتكم، حلقة جديدة واستاذ مفروش يكذبوا، يوم متميز جدا واخبار حلوة عندنا ليكوا كتير جدا، ما تروحوش في اي حتة. واسمحوا لي امسي على ايمان عز الدين الجميلة. نلاقي ايه؟ صباح الهنا ومساء الفل يا منمن يا جميلة. صباح ومساء يلي بتضيفي جمال الالوان دايما. يا خبر ابيض، يومك هادي ونادي يا رب. وحبايبنا كل الناس اللي بتشوفنا في حلقة النهاردة، يوم جديد، أمل جديد، طاقة جديدة، إن شاء الله يوم كله مليان خير وبركة ورزق وسعادة وهنا على كل حبايبنا اللي بيشوفونا. يوم هادي ونادي إن شاء الله، وفقرات حلوة كتير جدا جدا كالعادة. ومن أهم الأخبار طبعا اللي أنتوا بتسألوا عليها دايما حضراتكم، وإحنا متابعين معاكم، يعني كل طلاب الثانوية العامة اللي عايزين يطمنوا، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كمان إن الطالب اللي قدم تظلم على نتيجة الثانوية العامة دور أول وكان يستحق درجات، تم التواصل معاه بالفعل من خلال الكنترول وإبلاغه بالدرجات الزيادة. وقال أستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا إن نسبة الطلاب اللي حصلوا على درجات في التظلمات بسيطة جدا، وإن الأمر يرجع لدقة التصحيح الإلكتروني اللي تم العام الحالي واللي كنا بنأكد عليه دايما بأعلى درجة من درجات الدقة والكفاءة. وأضاف سيادته كمان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم إبلاغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات بأسماء ودرجات الطلاب اللي استحقوا زيادة في درجاتهم بعد التظلم، وهيتم رد المبالغ اللي تم سددها كرسوم تظلم. طبعا من حق الطالب ان هو يستردها طالما في درجات زياده، لان عشان يلتحق بالكليه المناسبه لمجموعه الكلي. ومن حقه كمان طلب تعديل الرغبه للنقل من كليه لكليه زي ما قلنا قبل كده وفق مجموع درجاته الكلي، وربنا يوفق الجميع يا رب ان شاء الله. هي حاجات يعني كانت عدد بسيط جدا من التظلمات وقبلت يعني. طبعا الحمد لله، وده طبعا بيتيح فرصه لاولادنا اللي يقدروا ان هم يقدروا يغيروا الكليه، يدخلوا كليه ممكن يكون كان نفسهم فيها بفرق الدرجات البسيط، بتفرق من كليه لكليه اسالوني انا. بس انا عايزه احكي لكم على حكايه اغرب تظلم حصل، يعني ده من الكنترول بقى. بنوته لطيفه جدا، هي يظهر حبت تعمل بروفا للثانويه العامه وتعيد بقى السنه الجايه ان شاء الله، تبقى خدت خبره الثانويه العامه. هي دماغها كده جميل، وجهه نظرها هي حره فيها. دخلت الامتحان تهزر طبعا وما حلتش حاجه، هي عايزه تشوف الاجواء، تعمل بروفا كده عشان تهيئ نفسها للسنه الجايه ان شاء الله تدخل على نظيف بقى. فدخلت تهزرت وما حلتش حاجه، يسكتوا ما سكتوش، راحوا منجحينها بدرجات الرأفه في مادتين. هي عايزه تسقط في كله البنت، هي ما عارفه ان هي ما حلتش حاجه، هي كانت بتهزر عشان لما تعيد السنه تاخد درجه كامله. راحت عامله ايه؟ راحت مقدمه تظلم، يا جماعه انا ما حلتش حاجه، انا فعلا كنت داخله اهزر، ممكن تسقطوني عشان السنه الجايه اعيد على نضيف. ده مش تظلم، ده تصارح بقى، هي بتصارح يعني. صريحه جدا، ده لذيذه، بتعترف، دمها خفيف جدا. فالمفاجاه طبعا ان تظلمها اتقبل وما شاء الله عليها، سقطت في المادتين وهتعيد السنه ان شاء الله السنه الجايه على نظافه على الابيض يعني زي ما بيقولوا، هتاخد درجتها كامله في كل المواد وان شاء الله ربنا يوفقها. انا نفسي محتاجه اعرف هتدخل كليه ايه بقى السنه الجايه، فانا هتابعها واقول لكم بقى ان شاء الله ان عشنا. يعني اسمها اميره، هي لو حبت كده كده تعيد بعد حتى ما نجحت في الدرجتين ده عادي، بس فكره ان هي عملت اي من معلوماتها، وهي واضح انها ذكيه وبتذاكر، فهي عايزه البرفكشن والاتقان في كل حاجه، فرفعوها درجات كده. ما مش اي حد كاتب يعني ورا كلمتين في صفحه هينجحوه. صحيح. اكيد، لكن كانت ناقصها حاجات فساعدوها فيها، هي مش عايزه تعيد. طبعا نتمنى لها التوفيق، تبقى من الاوائل ان شاء الله. دي شكلها انها ذكيه جدا يعني، ده هي كرست حياتها للتعليم لدرجه ان هي مضحيه بسنه من حياتها تاخد خبره الثانويه العامه وتشوف الاجواء بروفا وبعدين تدخل بقى السنه الجايه تشوف هتعمل ايه. فربنا يوفقك يا اميره، هي وجهه نظر يعني، بس يعني مش لازم نعممها. ما تعمموهاش، انجحوا من اول مره يا اولادنا وخلصوا لاهاليكم، بيطلع عينيهم على فكره. والله يعني الموضوع مش سهل. في خبر كمان مهم جدا، هو اعلان وزاره التموين والتجاره الداخليه انه هيتم اقامه معرض اهلا مدارس، زي ما كنا عاملين اهلا رمضان، اهلا مدارس، اهلا فاهلا وسهلا طول السنه في كل محافظه على مستوى جمهوريه مصر العربيه على مدار الفتره اللي جايه، طبعا بمناسبه دخول موسم المدارس. كل سنه وانتم طيبين. الوزاره اعلنت انطلاق معرض اهلا مدارس بمحافظه الاقصر، وهيتم
يتم إقامة 7 معارض رئيسية في مدن المحافظة، ده طبعا بالإضافة للمحلات التجارية والمكتبات اللي عايزة تشارك عشان توفر المستلزمات الدراسية للولاد. الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن معرض أهل المدارس هتشارك فيه المكتبات اللي عندها رغبة في الانضمام للمعرض من خلال المحلات التجارية بتاعتهم، من غير ما الناس تروح تتوجه إلى المعارض اللي هتقام في الميادين العامة في المحافظات، عشان يبقى فيه تنوع وعشان يبقى فيه انتشار أكبر عشان نسهل على الناس. كمان وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أنه هيتم كمان مشاركة السيارات المتنقلة عشان تقدر أن هي توفر كافة المستلزمات والأدوات المدرسية اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات هي في كل الأماكن، فده انتشارها بيكون أسهل كشكل بأشكال الدعم اللوجستي للمنطقة كلها. وهيتم طبعا الإعلان عن أماكن السيارات المتنقلة وأماكن الميادين والمحلات التجارية وكل حاجة من خلال الموقع الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية. طبعا كل سنة وانتم طيبين. العودة للمدارس، التخفيض 30% تقريبا، فكرة توفير العربيات في كل مكان تبقى متاحة للجميع، ما فيش مجهود بيبذلوه قريبا من كل مكان، دي فكرة هايلة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بنشكرهم عليها جدا جدا. وكل سنة وانتم طيبين. ويعني عودة للمدارس، ايه اخبارها؟ انت عندك مدارس ولا خلصت؟ طبعا لسه وفي بعض المكتبات والله يعني انطلاقا من احساسها الوطني وان هي عايزه تسهل على الناس، في ناس لطيفه قوي حتى بره المبادره وبره اهل المدارس قررت من نفسها قبل الهنا بسنه بدات ان هي تحط المنتجات بتاعتها تخفيض 25%. فالمنافسه من اجل المستهلك في الاخر عشان مصلحه الناس في الاخر، ده الحقيقه خطوه مهمه جدا وممتازه جدا، عكس اللي كنا بنشوفه زمان التجار اللي كانوا بيقفلوا على الحاجه وبيطلعوها في اخر وقت بأسعار عالية. بالتوازي مع يعني وزارة التموين والمحلات الأخرى بيتنافسوا لصالح المستهلك نفسه أو اللي هيشتروا الحاجات. وربنا يعين كل واحد يا رب اللي عنده طفلين ولا ثلاثة وبيبتدي يحضر حاجات، أدي في تخفيض أهو 30% إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حذر من تداول وانتشار روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري. الروابط دي بتعمل إيه؟ بتزعم إن هي هتعمل لك مكافأة 1000 جنيه لكل من يحمل بطاقة الرقم القومي أو تديله بطاقتك والرقم القومي بتاعك وتتواصل. طبعا لو عايزين تعرفوا الحقيقة أدينا معانا الخبر وحقيقته. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد، واللي نفى الكلام ده وأكد أنه لا صحة له، أن ما فيش حكاية مكافأة اللي هتديله رقم بطاقتك والكلام فاضي ده، حد يجي لك يقول لك اديني، اوعى اوعى في اي يوم من الايام تدي رقم بطاقتك او تبعته على الواتساب لحد او حد بعت لك رابط عشان يقول لك ان في مكافاه وفي شنط قبل كده اتكلمنا عليها وفي حاجات من دي متداوله ومزيفه، مش صحيح الكلام ده وخلوا بالكم. طبعا المكافآت دي مكافآت وهمية زي ما قلنا، ملهاش أي علاقة بهيئة البريد أبدا. هيئة البريد قالت وأكدت أن كل الإعلانات أو الأنشطة الخاصة بهيئة البريد بيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرئيسية أو الأخبار الهيئة اللي بتتم بشكل رسمي من خلال الموقع ومن خلال السوشيال ميديا أو من خلال الاتصال بالخط الساخن اللي هو سهل جدا 16789، اهو يتحفظ 16789. اي حد شاكك في حاجه عنده استفسار اتصل على الخط الساخن، موظف هيرد عليك، قول الاستفسار بتاعك هيجي لك الاجابه. وبعدين يعني يا منى هي الحدايه بتحدف كتاكيت بالظبط، انا مش فاهمه انت تاخد 1000 جنيه عملت ايه يعني؟ هدايا من غير ما تتعب من غير ما تعمل، خلي بالك ان يعني بالفطنه كده يعني بتتفهم ان هي نصب يعني. صحيح صحيح، ما هو دايما بيقول لك ايه، النصاب عايز له واحد طماع، فاحنا عملت ايه انا عشان اخد عليه 1000 جنيه يعني؟ ما هو بالعقل كده ما فيش حاجة. فإذا يعني بيتم بقى الخطورة أنه استخدام بياناتك الشخصية اللي في رقم القومي ده اللي المفروض تبقى شايله تحت جلدك، لأن ده مهم، الرقم القومي ده ممكن يستخدم في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، أنا مش عايزة أعددها عشان مش عايزة أقلق الناس، لكن رقمك القومي ده مش المفروض أنك تفرط فيه لأي حد إلا للجهات الرسمية بس لاستخدامك أنت الشخصي وبس، لكن الكلام ده كلام فارغ طبعا، وأرجو أن الناس تاخد بالها. طيب عندنا كمان هنروح بقى للموضوع العالمين، هنشد على العالمين بعد الكبير والحدث الأكبر الترفيهي طبعا في الشرق الأوسط. وخلال الساعات اللي فاتت أقيمت واحدة من أقوى وأكبر حفلات مهرجان العالمين، وشهدت العالمين إقبال تاريخي وتحديدا ساحة حفل كاريوكي وتوافد آلاف من الناس، والجمهور توافد بشكل كبير جدا منذ اللحظات الأولى قبل بداية الحفل، كان مستعد للقاء فريق كاريوكي حفلهم طبعا الغنائي اللي قدموه في مهرجان
العالمين بأغنية روبرتو وسط صياح الجمهور والتصفيق الشديد جدا جدا للجمهور وحماس شديد مع فريق كاريوكي خلال المهرجان الحقيقة. كمان غنوا أغاني زي أبيض وأسود وساموراي ونفسي أحبك. طبعا الناس بتحب كاريوكي جدا وكلنا بنحبهم، وفعلا الجمهور مشتاق بقى لانه يشوف الفرق الشبابيه الجميله اللي بيحبها، ووجها لوجه كان في تفاعل من الجمهور في الحفله بشكل كبير. يعني دايما كاريوكي بيشتغلوا مش بس على ان هم بيقدموا فن من نوع خاص او ليه بصمه خاصه او ليه شخصيه ايدنتيتي مختلفه، كمان الجمهور بتاعهم جمهور كبير جدا من الشباب والصغيرين والكبار، حقيقي قدروا ان هم يكسبوا قلوب ناس كتير جدا لان هم دؤوبين ومجتهدين قوي طول الوقت. وكمان الميزه فيهم النظام الشديد طول الوقت، منظمين جدا جدا جدا، كل حفلاتهم موفقه، فطبعا بالتوفيق ليهم. وكمان في خبر مبهج كمان يا منمن. ايه تاني؟ خبر لطيف قوي اللي جاي ده. خبر يعني؟ اتفضلي اتفضلي. طيب بصي، هو خبر، عشان كده هي الطلعه بتاعته كانت صعبه شويه بالنسبه لي، عشان كده انه فكرة ان احنا بنحاول طول الوقت ننسى الماضي. في ناس كتير ليها محاولات انها تنسى الماضي، تنسى ذكرياتها السيئة اللي مرت عليها عشان تقدر تعيش، عشان تقدر تكمل، عشان تقدر الحياة تستمر. وممكن نكون في بدايات من اول وجديد، مفيش مانع ابدا ان احنا نبتدي من اول وجديد ان شاء الله حتى كل يوم، بس المهم طول ما احنا عايشين وبنتنفس ما ينفعش ابدا ان احنا نفضل شايفين ورانا وباصين ورانا، عشان اللي باصص وراه طول الوقت هيقع، على وشه هياخد هدر، هيقع في حفره، هيتكعبل. الماضي بيبقى عامل زي اكياس الرمله اللي بتفضل متقله رجلينا طول الوقت، بتخلي حتى حركتنا بطيئه. لا خلاص، اللي حصل حصل، عمره ما هيرجع تاني، احنا لا نملك غير اللحظة اللي احنا عايشينها، حتى المستقبل ده في علم الغيب. فأكيد ما فيش حد فينا ما عداش عليه وقت وحس انه متضايق من الماضي، او انه الدنيا اديته ظهرها، او قسيت عليه، او جت عليه، او فرمته. مجموعة من الخبراء بدأوا ان هم يقدموا نصايح مهمة تقدر تساعد اي شخص على ان هو يبتدي يتحرر من الماضي الحزين المؤلم ده، عشان يبدأ يعيش حياة اكتر سعادة. اول نصيحة قال عليها الخبر ايمان، قال ايه؟ قال اعترف بمشاعرك وتقبلها. الحقيقة ان الخطوة الاولى للتخلي عن الماضي وايجاد السعادة هي الاعتراف بمشاعرك وقبولها، وده ممكن تعمله بكتابة اليوميات بتاعتك مثلا، او تتكلم مع صديقة ليك او خبير نفسي تتكلم معاه تفضفض وتكتب في ورق، وتكون متسامح ومعترف بان المشاعر دي كان لازم تمر بيها وتتقبلها وخلاص. هنتكلم فيها دلوقتي لكن خلاص هنركنها على الرف ونبتدي حياة جديدة ونفكر في اللي قدامنا. ايه تاني النصيحة التانية يا ايمان؟ بصي انا هقول لك نصيحة يا منى من وحي تجربتي انا الشخصية في الحياة. انه اي حد، دور الضحية ده دور مرفوض مبدئيا. يعني الشخص اللي خذلني، تعشمت فيه وخذلني في يوم من الايام، ده انا لازم اقول له شكرا لانه علمني حاجة. يعني مش لازم طول الوقت بصين على الجانب السيء او الجانب السلبي في اللي حصل خالص. هو علمني ان انا ما اتعشمش غير في ربنا سبحانه وتعالى، وان انا اعتمد على نفسي وما اتعشمش في حد، عشان شجره العشم عاده بتطرح معلش، فملهاش اي معنى وملهاش اي لازمه ان احنا نتعشم في الناس. فعلمني درس فلازم اشكره. اشكر اللي في يوم من الايام ما قدرنيش، عشان علمني ان انا ما استناش شكرا من حد، ان انا لما اعمل حاجه ابقى بعملها عشان انا عاوز اعملها من غير ان انا انتظر شكرا من حد. خلاص بس احنا قد نتسامح بس ما بننساش، يعني او بنحاول نتسامح ونتغافل عن اخطاء الاخرين ونرميها ورا ظهرنا، بس في شخصيات يا ايمان بتبقى ما بتنساش، عايزه حد يساعدها تنسى ما بتنساش، او تيجي انت تكوني بتنسي ويجي حد يفتح الفايل القديم ده، يوه فاكره يا ما حصل فيكي ويا ما سوى فيكي، ده انت صبرتي كتير يا عيني، ده انت عايزه تقفلي الملف ده وخلاص فعلا تبتدي جديد، لان اللي كسرني يعني بيقويني. لحد اي حد خبطني خبطه جامده على راسي او على ظهري بتقويني، وببتدي ابتدي من جديد وانجح من جديد. لكن في ناس الاخرين بقى مهما انت تحاول ان انت تنسى او تتغافل او تعذر الناس او اي حاجه تتسامح حتى، بيجي حد يحاول يفتح الملف ده ويفكرك بيه. ازاي بتقدري تقفلي؟
اقدر اقفل ان انا ما اتعرضش للناس دول كتير، لانه الناس دي من الناس اللي هم اللي كانوا شاهدين، واللي انا عارفه كويس قوي ان هم دايما بيحبوا ان هم يعني يشيلوا في الهم وينخلوا فيه زي ما بيقولوا. أيوة. اللي هو بالتاتين. فاللي هو بتجنب القعده معاهم. بس خلي بالك انه حتى علميا ربنا سبحانه وتعالى خلق العظم بتاعنا، ويمكن كان ليا تجربه في ده، المكان اللي بيتكسر في العظم ويرجع يلتئم تاني بتبقى اقوى حته في العظم بعد كده. ده اشاره لايه او رساله لايه؟ انه الضربه اللي ما تموتش تقوي. هو ينفع اخد مناعه ضد مرض من غير ما اصاب بيه، او على الاقل اخد تطعيم بنفس المرض نفسه عشان انشط جهاز المناعه بتاعتي؟ الواحد هيتعلم ايه وهيكون خبره ازاي وهو ما تعرضش لاي حاجه خالص؟ اذا دي رساله مهمه. التعرض مهم، رساله مهمه لاي حد مر بحاجات وحشه. هي بتقويك، هي بتعلمك. شكرا فعلا لكل اللي خبطونا وعلمونا وكل حاجه. المهم انك تنجح، المهم انك ما تفضلش تبص ورا وتتسامح مع نفسك. خليك متسامح، تسامح اداه قويه جدا للتخلي عن الماضي الحزين زي ما بيقول بوست دلوقتي. مهم قوي ان احنا نفكر في النهارده وفي بكره، لان لو فضلت ابص ورايا انا هتكعبل. لازم افضل ابص قدامي وبفكر في اليوم اللي انا فيه ازاي استمتع بيه وازاي انجح فيه وادي نفسي طاقه ايجابيه واشوف نص الكوبايه المليان دايما على طول. صحيح صحيح. وبعدين اصله يعني طب اصل فلانه اذتني، طب خلاص اوكي انت اتعلمتي درس ان انت ما تتعرضيش ليها بالشكل ده تاني، خلاص انت حفظتي الكتالوج فعرفتي هتعملي ايه. يعني انا مثلا هقول شكرا لواحده انا مش هقول اسمها. في يوم من الايام يا منى اقسم بالله قالت لي يا بنتي انت كنت في بدايه مشواري، انت ما تنفعيش مذيعه، شوفي لك حاجه تانية اعمليها، انت شكلك ملون كده وبتاع، شوفي لك حاجه تانية اعمليها، يعني شكلك كويس، يعني مش لازم مش شكلك كويس تبقي مذيعه. انا اشكرها، هي دخلتني في تحدي مع نفسي، دخلتني في منافسه شرسه مع نفسي. دي من ادوات انك تبقي شكلك كويس وجميل. ورحت شكرتها قالت لي انا عارفه انك زعلانه، قلت لها بالعكس لولا الموتيفيشن اللي انت عملته لي ده والتحدي اللي انت حطيتيه قدامي ده انا عمري ما كنت هجتهد عشان احاول. هي المسج كانت ممكن تتقال لك انت شكلك جميل بس اشتغلي على نفسك حبيبتي، اشتغلي خدي كورسات، لا اشتغلي مش ايه ذاكري انجحي اتعلمي، خلي عندك ثقافه، خلي عندك معرفه عن كل شيء عشان تبقي اعلاميه كويسه. فانت اشتغلتي على نفسك ونجحتي ورحت لها. رحت لها الدفعه دي، رحت لها واول ما دخلت لفوق. طبعا واول ما دخلت هي استغربت وجودني، عملت لها مفاجاه، دخلت حضنتها وقلت لها انا بشكرك جدا انك في يوم من الايام قلتي لي انت عمرك ما تنفعي مذيعه، انت ما لا تملكي ادوات المذيعه، فانت دخلتيني في تحدي مع نفسي في منافسه شرسه مع نفسي، طلعتي مني احسن ما فيا، وما زلت لحد النهارده بتعلم يا منى، وما زلت النهارده بجتهد ولسه هفضل اتعلم لحد اخر. اقول لك دي حصلت مع مين من المطربين؟ حصلت مع عمرو دياب، ونجم كبير قوي شافه في مهرجان القاهره السينمائي في بداياته خالص، وهو يعني بغني اغاني خفيفه وبيتنطط ده. يا ابني انت مش هتنفع مطرب، انت مش هتنفع. دي دفعته ان هو يشتغل على نفسه ويروح لملحنين كويسين وشركه كبيره تبنته ووقفت معاه لحد النهارده. النهارده بينجح كل سنه مرتين وثلاثه في السنه باغاني جديده. صحيح. دي بتديكي دفعه على فكره. صح. الشطاره بقى ان انا ما اقعش، ان انا ما اكتئبش، ما اقعدش في البيت واقول انا مش هنفع، انا اشوف حاجه ثانيه. الاصرار على النجاح مهم جدا عشان ننجح. الطموح والحلم حلو ما فيش كلام، خليك ورا حلمك، بس احسن طريقه تحقق بيها الحلم انك تصحى من النوم وتفوق عشان تقدر تحققه على ارض الواقع. ما تحققش الحلم في خيالك بس. ودي رساله انا بقولها لكل الناس، اللي ورا حلم يثبت فيه ويمسك فيه بايديه واسنانه ويفضل وراه، هيقع مره واتنين، لان الفشل دايما جزء اصيل من اي تجربه ناجحه في العالم. الخلاصه مش معنى ان احنا فشلنا خلصت الدنيا. الخلاصه حاول تحاوط نفسك بالايجابيات وابعد عن الشخصيات السامه زي ما قالت ايمان. خليك مع الناس اللي بتحبك باخلاص، اهلك واخواتك اللي بيحبوا لك النجاح ودايما وفيهم اشخاص، يعني تختار منهم كده اللي بيحبك ويدفعك ويديك طاقه ايجابيه، ما يكونش شخصيه سامه. هتنجح وهتكبر وهيفرحوا لك من قلبهم، ده اكيد. انت عارفه يا منى ان اللي تعب على النجاح قوي، لانه النجاح صعب جدا ما فيش كلام، بس الاصعب منه انك تحافظ على المكانه اللي انت وصلت لها، ده اصعب بقى من الوصول للنجاح نفسه. ده حقيقي. ده الناس حقيقي. اللي وصلت للنجاح بتبقى حريصه جدا عليه ومش هتفرط فيه تحت اي ظرف، غير اللي النجاح بيجي لها صدفه او بيجي لها بطريقه ما، بيبقى مش عارف قيمته لانه اصله جه بالساهل، فما بيقدرش ان هو بيحافظ عليه قوي. لكن اللي تعب في نجاحه بيحافظ عليه وبيكبر جواه. ومن النجاحات بقى المهمه اللي طول الوقت نتكلم عليها، النجاح في الحياه الزوجيه.
الحياة قبل الجواز حاجة وبعد الجواز حاجة تانية خالص. بعد ما بتخلص مراسم الفرح وبتدخل كل ست بقى قفص الزوجية أو الراجل، طبعا الاثنين مسؤولين عن النجاح، بتبدأ حياة جديدة خالص كلها مسؤوليات وواجبات، وبيعيش الزوجين مواقف حياتية صعبة جدا، مواقف رومانسية، بنشوف ناس بتتكلم انهم لقوا الجواز شريك الحياة المناسب جدا، وبنشوف مشاكل لناس ما نجحوش في الحياة الزوجية. خلينا نشوف رأي الستات قالوا ايه في الشارع ونرجع تاني. نرجع لذكريات سنة أولى جواز ونقول لو جوزك اتقدم لك مرة تانية تقبلي تتجوزيه ولا لأ؟ طبعا ربنا يخليه لي يا رب ويحفظني. لا طبعا، أول الحياة كان حاجة، وبعد كده بعد الضغوط والحياة بقى حاجة تانية يعني. بس هو لو رجع الزمن اللي هو جوزي في الأول السنين هوافق، لكن في آخر السنين مش هوافق. طبعا هختاره، إن هو راجل حاملي ظهري، راجل محسسني بالأمان من كل حاجة. لا طبعا بختارش جوزي تاني. تمام. واتمنى ان يكون في بدايه جديده واحسن من اللي فاتت، لان الاختيار لازم يكون بعنايه فائقه قوي، لازم يكون التفكير متقارب. انا مش هقول متشابه، ان مفيش حد شبه حد، لازم تكون الميول والاتجاهات متقاربه الى حد ما. مش مخليني عايزه حاجه، والحمد لله يعني هو كويس معايا وطيب وكده يعني، عشان هو عارف يحتويني وانسان مخلص ودماغه كبيره يعني، حتى بيعرف يهندل الامور كويس، بيعرف يتعامل كويس، يكون من عيله يتسال عليه يعني، اهم حاجه يعني ان هو يبقى انسان كويس ودين وكده. بنت تاخد بالها من الراجل اللي هو كلمته مصدقه، ان هو هيصونها، ان هو هيبقى راجل في كلامه، فكروا كويس بعقلهم، مش مثلا اعجبت بواحد في الجامعه تاخده، اعجبت بواحد في الشارع تاخده، لا لازم الاول يكون بني ادم مناسب اللي هي تقدر تعمل اسره. لو رجع بيك الزمن تختار مراتك مره تانية ولا لا؟ اكيد طبعا اختارها تاني. معروف اختار مراتي، لان الجيل بتاع زمان ما يتعوضش. حضرتك الف مره بنت اصول، عارفه اللي ليها وعارفه اللي عليها. يختار اللي تناسبه هو، ايا كان هو عامل ازاي، تناسبه هو، فكره وعاداته وتقاليده وكل حاجه. هي بتقدر بيتها وعارفه اللي ليها وعارفه اللي عليها، فدي في حد ذاتها تخلي الحياه مستقره وتعمل اللي عليها. احنا كنا عايزين نشوف الستات اكتر، طبعا هم كلهم معظمهم شباب رجاله، بيقول عارفه اللي عليها واللي ليها. هي ليها وعليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل ست ليها حقوق وعليها واجبات، بس للاسف ساعات بتعمل واجباتها وما بتاخدش حقوقها لو الراجل يعني مش مستعد للجواز، مش متحمل مسؤوليه الجواز، صح يا ايمان؟ او بيحاول ان هو يقلل او يتفه من اللي هي بتعمله في محاوله خبيثه منه. ده بعض الرجال مش كلهم، مش محدش، بعض الرجال تبعيد واجب. بعض الرجال اللي هو بيقلل دايما من ايه، وانت يعني عملتي ايه، وانت يعني. طب اقول لك حاجه، طب انا هقول لك رساله بقى للنوعيه دي بالذات. رسالتي دي انا هوجهها لكل راجل بيحاول ان هو يقلل من الست اللي قدامه او يقلل من مجهودها. يعني مثلا يرجع من الشغل يلاقيها مثلا تعبانه وهلكانه وبتشيل وبتحط، يقول لها ايه تعبانه ليه، مالك، في ايه، هو انت يعني كنت بتعملي ايه طول النهار، يعني عملتي ايه طول اليوم. شويه جمل كده تضايق. طب تعالى اقول لك ليه الست بتتعب اكتر منك. الست بتقدر تشتغل وتنظف شقه، تغسل المواعين وتطبخ، كل ده في نفس الوقت وكانها اخطبوط. الست بتقدر تروح الشغل وترجع تشوف طلبات ولادها وطلبات بيتها وطلباتك انت شخصيا. الست بتقدر تروح الشغل وترجع تذاكر لعيالها. الست في يوم الاجازه بتاعتها اللي هي المفروض راحه، بتروح النادي مش عشان تنبسط مع اصحابها، لا عشان تودي تمارين، ويمكن تكون كمان بتذاكر للولاد في النادي بين التمارين. وطبعا قبل ما تنزل الامر ما يسلمش، لازم تعمل سندوتشات للولاد لانه بيقضوا اليوم بره. قول لي بقى حضرتك يوم اجازتك بتعمل ايه؟ طول بقى انا تعبت طول الاسبوع، ده انا بشتغل هلكان، انا هريح طول الاسبوع. عندك شغل؟ اللي هي اصلا زيها زيك، كان عندها شغل بس هي ما عندهاش حتى رفاهيه الراحه. الست بتقدر تشيل ابنها على كتفها اللي لسه مولود ولا لسه صغير ما بيمشيش، وماسك ومثبت فيها عشان بيعيط، وهي بتعمل المواعين ومولعه على الاكل وبتنظف الشقه وشايلها على كتفها. بس انت يا عيني لو شلته شويه وهو بيزن
عشان يبطل زن بتزهق تقول يو ظهري وجعني، لا 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 خلاص كفايه زن انا صدعت. الست بتقدر تساعدك في البيت بفلوس شغلها من غير ما حد يطلب منها، وتخطط معاك لحياتكم سوا مش لحياتك لوحدك، بتخطط دايما ان حياتكم كاسره تبقى احسن. ولو انت مش معاك فلوس تقول لك كله من خيرك يا حبيبي، وتقوم بايعه ذهبها وشبكتها عشان تفك زنقتك. ست الجدع، ست دلوقتي بتقدر تنجح في اي شغلانه وتبقى مسؤوله في اي منصب، في اي منصب مهم في البلد هتلاقي الست دايما موجوده في اي منصب. ست بتشتغل سواقه نقل، تشتغل نقاش، تشتغل نجار، تشتغل حاجات كتير قوي، فبلاش تيجي عليها وبلاش تظلمها. الست دي مش محتاجه اكتر من كلمه تقدير منك بس، تقول لها تسلمي، تسلم ايدك، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه، بجد قول لها كلمه حلوه، وهي هيبقى عندها استعداد ساعتها تشيل الدنيا وتحطها عشان خاطرك وعشان خاطر عيالها. بلاش نيجي عليها وبلاش نقسى عليها، ولازم نفتكر ان احنا في مركب واحده، وده من الموده وده من الرحمه، فرفقا بالقوارير. رسالتي النهارده لاي شخص بيتضايق لما حد ينجح من زمايله في العمل، ما تخافش وعلم زمايلك. النهارده لما بيكون عندك زميل بينافسك اديله، علمه، خليه ينجح، هو مش هياخد رزقك، الرزق متوزع بالتساوي ما بيننا، كل واحد واخد رزقه بالتمام والكمال. انت واخد رزقك فلوس، غيرك واخده رزقه في عياله في ولاده، ان هو ربنا بيخليه يخلف اصلا في غيره، محروم من الخلفه. في واحد رزقه في صحته، ما بيحتاجش يروح كل شويه لدكتور او مستشفى، دي نعمة ربنا عليه، فلازم تحمد ربنا على كل حاجة في حياتك والنعم اللي انت مش حاسس بيها. صدقني لما تعلم زميلك في الشغل وتساعد الناس، ربنا هيساعدك ويقف معاك ويفتح لك أبواب رزق جديدة. علم الناس وتصدق بالعلم اللي ربنا علمه لك، زكاة العلم تعليمه لمن لا يعلمه. محدش هياخد شغلك ولا فلوسك ولا رزقك أبدا، كل حاجة بتعملها ليك لنفسك، كل حاجة بتاعتك مكتوبة لك، هتفضل بتاعتك. خلينا نساعد بعض يا جماعة، بلاش نبص في حياة حد ونقارنها بحياتنا، بلاش نبقى عايزين طول الوقت نبقى أحسن من اللي قدامنا، ما هو برضو من حقه إن هو ينجح ويبقى عنده تخيل لمستقبله. خليك في حياتك، وسع عشان تبقى كويس لنفسك، مش عشان تبقى زي حد تاني ولا أحسن منه. أنت ما تعرفش اللي مستخبي إيه، انت بتشوف الحلو بس اللي قدامك واللي هو بيحطه على السوشيال ميديا عشان يوريك الجانب الحلو من حياته طول الوقت، لكن ممكن قد يكون ربنا مبتليه في صحة او عنده مال كتير ومليونير لكن ربنا افقده راح منه الولد، او عنده مال كتير لكن راحت منه الصحة، لو دفع مال قارون مش هيعرف يعوض الصحة دي تاني. يعني لما تبص على حد بص على شيلته كاملة. الله يفتح عليك يا منى. حبيبتي كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه طبعا. وكلامك الجميل انت كمان حبيبتي. عندنا حاجه كمان جميله قوي، في بنوته مصريه اسمها مريم، مريم خالد، عملت مشروع لذيذ قوي كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين، السوشي. البنات دلوقتي طبعا بيحبوا جدا السوشي، فطبعا لانه سعره بيكون غالي في اماكن كتير، فهم يعطلوا ما عطلوش، قال لك هنقرر نعمل سوشي على موتوسيكل وهنلف بيه شوارعك يا مصر في القاهره. بنوته جدعه ولذيذه، لا ومثقفه، يعني هي كمان بتدرس في كليه تجاره في سنه تانية، قررت ان هي تعتمد على نفسها، هي عندها 19 سنه بس صغيره لسه، بدات مشروعها في شهر 11 اللي فات، واهلها في البدايه رفضوا الفكره عشان ان هي بنوته وهتقفي في الشارع، لكن بعدها لما لقوا حماسها واصرارها وافقوا وكانوا هم اول داعم ليها. تعالوا بينا نشوف هي بتعمل ايه. أنا اسمي مريم خالد أنور، بدرس تانية تسويق، عندي 20 سنة. أنا بدأت المشروع في أواخر 11، كنت عايزة أشيل مسؤولية نفسي، خصوصاً بقى الحياة وكده، وما حبيتش إن أنا أكون عبء يعني تقيل على أهلي شوية. حبيت إن أنا أغير الفكرة، الناس كلها بتسمع إن السوشي سمك ني، فحبيت بقى إن أنا أغير الفكرة إن هو سمك ني إن هو سمك عادي مستوي وفي مقلي،
عندي فرايد وعندي رو. عندي فرايد سبايسي ليمون بيبقى جمبري سلمون وكريم تشيز، وعندي سبايدر جمبري كابوريا كريم تشيز، وفي رز وفي ورق نوري بيبقى ملفوف. ده بالنسبه للفرايد. بالنسبه للرو عندي كريسبي رول جمبري كابوريا، وعندي بينك بانسر بتبقى كابوريا ستيكس بالمايونيز محشيه جمبري وسبع كابوريا، وعندي كاليفورنيا بتبقى جمبري بكريم تشيز بخيار. في ناس بتاخدها سناكس وفي ناس بتاخدها وجبات عادي، لو بتجيب كميه بقى وتاكلها. ده موتوسيكل ابن عمي، هو بيجي يوصلني وبشتغل انا بقى وعيش، وهو يجي ياخدني بالليل. الشارع بصراحه بيعلم كتير قوي، اتعلمت الصبر، اتعلمت ان انا كل حاجه عشان اجيبها او اخدها مثلا محتاجه ان انا يعني اخد فوق طاقتي، برتاح يعني. كل حاجه مش بتيجي بالسهل، كل حاجه صعبه، بس ان انا اقدر ان انا اجيبها يعني. اشتريت حاجات انا نفسي فيها، عملت حاجات كتير. رد فعل الناس كان ايجابي قوي، وكانوا بيدعموني جدا، ان هو شايفين بنت في الشارع واقفه وبتبيع وكده، فكانوا بيدعموني قوي. كنت واقفه في مره وكنت ببيع عادي، ناس كبيره عادي بتعدي تقول بجد انا فخوره بيكي وشاطره، برافو عليكي، وانتي بميت راجل انتي تقفي في الشارع وكده. بصراحه نفسي ان انا يكون عندي بايك في كل حته في كل مكان ان شاء الله. بعد كده مطعم بقى، لو هقف على مسرح واقول حاجه للناس فاقول لهم ما تيأسوش، ودايما ربنا موجود ومفيش حاجه صعبه والله. طبيعي ان في الاول بيبقى فيه صعوبات وكده، بس انت تقدر تتخطاها. ومشروع بسيط وسهل اهو، والحمد لله يعني. ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اطلع على السي بي سي بصراحه يعني. برافو مريم، شفتي الشطره والجدعنه الحماس جميلة. أنا بشوف أن البنات اللي من النوعية دي والشباب كمان، والله يا شباب يفرح ولادنا في يوم من الأيام، دول هيبقوا سيدات ورجال أعمال. مش لازم أن هو يعني يبقى بس، هيبقوا من رواد الأعمال. الناس اللي بتعمل ستارت اب جديد في أفكار جديدة بيبقى عندهم فكر، فكرة خارج الصندوق. بنت 19 سنة وبتدرس في الجامعة وبتقول لك أنا مش عايزة حد يتحمل مسؤوليتي، عايزة أتحمل مسؤولية نفسي ومحدش يصرف عليا. يا جمالك وحلاوتك، حطت مبدأ. وتحية لأهلك اللي ربوكي بجد، بنت جميلة. وطبعا ما تعندوش مع أولادكم، يعني بتقول إن كان في مشكلة في الأول ما كانوش راضيين إن هي تقف في الشارع بالموتوسيكل وتبيع سوشي، لكن الفكرة عجبتهم بعد كده. سيبوا أولادكم ينطلقوا، يعني طالما بتعمل حاجة حلال وجميلة ومحترمة واقفة شكلها محترم وجميل، ليه لأ؟ نجحوهم، ساعدوهم، وقفوا وراهم، ادعموهم بالفلوس وبالصحة، واشتغلوا معاهم في المطبخ وساعدوهم بكل جهدكم، لان دي افكار حلوه قوي فعلا. على راي ايمان ممكن تبقى سيده اعمال كبيره جدا في يوم من الايام. صح. في كيك معروف قوي، الكب كيك بتاعه، بنوته خريجه جامعه امريكيه فكرت في حاجه بسيطه، الكيك، وبقت اشهر واحده بتعمل كيك في مصر دلوقتي. كتير بيعملوا كده، الجولري البتاع. ساعدوا اولادكم بكل طاقتكم وبكل حب، مبروك يعني مريم خالد، بنت مشرفه فعلا جميله. صحيح. حدوتتنا ايه النهارده يا منى؟ النهارده بقى عندنا حدوته. طيب استني كده في وقت. طيب ولو ان كان عندنا تقارير جميله جدا، فريق الاعداد عامل جدا، بس نخليها لبكره ان شاء الله. الحدوته بتقول انا بنت عندي 20 سنه، بحب راجل فيه كل المميزات اللي بدور عليها، هو جدع جدا وحنين وصادق في كل حبه ليا، صادق، لكن بنواجه مشكله كبيره. هو اكبر مني ب 12 سنه، واهلي رافضين عشان مطلق وعنده ولد وبنت، رغم اني بحبه جدا وهو الوحيد اللي حسيت معاه بالحنان والامان، لكن اهلي مش فاهمين ده وبيبصوا له كراجل مطلق، يعني عنده 35 سنه واكبر مني ب 12 سنه وبيقارنوه بيا. هم مش فاهمين ولا مقدرين حبي ليه، انا بحبه حب غير عادي، وهم رافضينه لانه مطلق، وبنحاسب شخص على تجربه في حياته ما توفقش فيها. كل شخص فينا معرض للفشل في الجواز، ولما قلت لاهلي الكلام ده اهانوني وعاملوني طبعا كاني مذنبه، وانا بفكر في افكار سلبيه كتيره جدا بتيجي على بالي، تنصحوني بايه؟ تقنعيهم بالكلام ده. يعني انا رايي كمان انه فرق 12 سنه مش حاجه، بالعكس ده راجل ناضج وفاهم، احنا بس نقعد معاه ونقول له اقعدوا معاه قبل ما نرتبط بخطوبه او جواز، ونشوف يعني هو افكاره ايه، مبادئه ايه، بيعمل ايه، مشكلته لما طلق. ما احنا ممكن بنتنا تتطلق على فكره وتتجوز تاني. فكره ان احنا نرفض حد اتجوز وطلق عشان هي دي نهايه الحياه، انا مش مع اهلك طبعا، ونفسي تقنعيهم بالراحه. واكيد الاستاذه ايمان هتقول لك برده نصيحه مهمه. شوف يا ست الكل، قولي يا ست الكل، انزلي بالنصيحه. شوف يا ست الكل، اولا الراجل ما يعيبوش حاجه خالص خالص الا قله رجولته وقله اصله وقله دينه طبعا.
راجل جدع وحنين وطيب ده رزق ما نفرطش فيه. وكويس بقى ان هي فتحت الموضوع اللي انا عايزه اتكلم فيه بقى لي كام يوم الحقيقه. فرق السن عمره ما كان سبب انه احنا نوقف جوازه ولا نوقف علاقه ما بين اتنين. فرق السن عمره ما كان عائق ولا تحدي قدام اي علاقه في الدنيا، سواء كان هو اكبر منها او هي اكبر منه. انا عارفه ان في ناس كتير ممكن تتضايق من اللي انا بقوله. الحب في الاخر ما بيفهمش الكلام ده. هما بقى في نقطه هم معترضين عليها وبرده انا عايزه انبهها ان الشيله مش سهله. لا ما انا هنا عايزه اسال سؤال، ولد وبنت يعني انت هتخشي على ممكن يكونوا مع مامتهم يا منى، مع مامتهم، مامتهم موجوده. ايوه مامتهم لو فيها تعمل مشاكل برضو، اول ما الراجل بيتجوز الزوجه الاولى بتعمل مشاكل، تبعت الولاد بقى يباتوا عند باباهم زي ما بنشوف في المسلسلات، تزهقوا بالطلبات، انت هتشيلي شيله تقيله، انت قدها ولا لا؟ يعني لو بنتي هقول لها خلي بالك، راجل لا غبار عليه كويس، مفيش مشكله ان هو طلق او بنتنا اتطلقت او راجل اتطلق او طلق، مفيش مشكله في دي، مشكله في ان هو عنده ولاد هيفضلوا على ظهره طول الوقت، هيفضلوا مسؤولين منه طول الوقت، خلي بالك مسؤوليه ماديه ومسؤوليه معنويه، يكلموه في نص الليل ابنك سخن، ابنك راح المستشفى، يعني كل دي شيله تقيله على بنت صغيره 20 سنه، انت قدها ولا لا؟ هي دي الفكره. هي الفكرة أهلها طبعا أكيد أنه هي بالنسبة لها هي لسه أول بختها زي ما بيقولوا، وهم شايفين أنه لا يعني يكون في تكافؤ ما بينها وبين اللي هتتجوزه، أنه هو حد برضو يكون مش متجوز أو مش مرتبط قبل كده. معرفة أسباب الطلاق مهمة، معرفة الولاد هيبقوا معاه ولا مع والدتهم مهمة، معرفة هو عايز البنت لو الأولاد معاه عشان تربي له ولاده، هو طبعا راجل عنده خبرة، أنا مش بفتش في النوايا ومش بسيء الظن بس أنا بحط كل الاحتمالات أنا معرفهمش. مهم أن نعرف بخبرته هو دخل على البنوتة الصغيرة كلا عقلها بكلمتين عشان تتجوزه عشان يبتدي يسيب لها ولاده ويبتدي يشوف هو حاله، ما ده مهم خلي بالك كله موجود. وممكن الراجل يكون فعلا اتعلم من التجربة الأولانية وعايز يعيش حياة جديدة سوية بيحبك فعلا، برضو وارد. هنا مع القعاد معاه من خلال أهلك وأهل الخبرة في عيلتك، يقعدوا معاه مرة اتنين تلاتة يتكلموا معاه، حتى لو هو عنده سوء نوايا هتتكشف بالنسبه للكبار هيبقوا شايفينها وهيقولوا لك يدولها فرصه، والله عجبك الحال يا بنت ناس ربنا يتمم بخير، ما عجبكيش انت حره. يدولها فرصه تتخطب يعني شهور ويقعدوا معاه فعلا في قعدات عائليه، يخرجوا يشوفوا بيتصرف ازاي، تشوف ولاده تشوف بيعامل ولاده ازاي، هل هو اب كويس، هل هو اب مهتم باولاده؟ على فكره هيبقى لما تخلفوا بيبي هيبقى اب كمان كويس، ويمكن هو طلق عشان غير مسؤول، لكن لو هو اب كويس هيبان في المعامله. شوفيهم اخرجي معاهم واهلك، ارجوكوا ادوها فرصه، ادوها فرصه بس تتخطب وتشوف، مفيش حاجه دي مش من نهايه الدنيا على فكره، احنا الخطوبه اتعملت عشان الناس تتعرف على بعض، ينظر اليها تنظر اليه، بتتكلم ازاي، بياكل ازاي، الحياه فيها تفاصيل كتيره جدا، واحنا بندخل اسرتين في بعض دايما نقول الكلام ده، اسرتين بيتجوزوا بعض مش شخص وشخص بس، فادوها فرصه للخطوبه ده رايي. وزمان طبعا عندك حق، وزمان كان يقول لك اما يجي البنتين عريس لا احنا نسال عنه بقى، معلش طب يا ابني احنا هنسال عنك، بيقولوا له كده في وشه عادي، وش نسال عنه بقى؟ كان زمان بقى شيخ الحاره وكان الجيران والمعارف والقرايب وبتاع ابتدوا يسالوا في شغله ويتقصوا عنه فيجمعوا داتا عنه معلومات، يعني اشطر جهاز ممكن انت مع ده مع طبعا يسألوا. النهارده الموضوع طبعا بقى اسهل على فكره يا منى، النهارده في السوشيال ميديا والعالم مفتوح، نقدر ان احنا نعرف معلومات كتير عن اي شخص بسهوله اكتر من زمان وببساطه، ما تسالوا عنه وبعدين ما يجيش بقى يقول لها اصل انا عندي عيلين وانا عشان ماديا وما اقدرش ان انا اخلف تاني فيحرم البنت ان هي تخلف مثلا. ما هي دي بقى ده لازم نقعد ونتكلم فيه، لازم تعرفها. طيب نطلع فاصل، يلا نطلع فاصل كده سريع ونبدا اولى فقراتنا المميزه جدا النهارده، استنونا من النهارده وكل يوم على فكره، استنونا بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم حلقتنا والستات ما يعرفوش يكذبوا، بس كتير منهم بيعرفوا ياخدوا بالهم من نفسهم كويس قوي، حتى بنسمع الجمله دي يقول لك ايه دي فلانه هي مش باين عليها سن، اصلها واخده بالها من نفسها. واخده بالها من نفسها دي من ضمن الحاجات انها تاخد بالها من صحتها مش بس من شكلها الخارجي، يعني انت ما تروحيش الجيم او تمارسي الرياضه عموما علشان دي رفاهيه، عشان لازم اروح الجيم زي بنت خالتي وبنت عمتي وجارتي وقريبتي وحبيبتي، لا ما نروحش عشان نتصور ونحطها على السوشيال ميديا، لا ما نروحش ابدا علشان اظبط شكل لبسي والفساتين بتاعتي،
لا ما اروحش عشان اخس في الوزن، لا انت رايحه تلعبي رياضه عشان ده ضروري ويبقى جزء اصيل من حياتك اليوميه وروتين يومك، علشان ما توصليش لمرحله انه ناس تشيلك، عشان ما توصليش لمرحلة انك تمشي على عصاية وانت محنية، عشان ما توصليش لمرحلة انك مش قادرة حتى تساعدي نفسك وتخدمي نفسك في يوم من الايام، عشان تقدري تفضلي واقفة على رجليكي. انت بتستثمري في صحتك لبكرة، كلنا محتاجين ان احنا نثبت جزء من الرياضة باي شكل يتناسب معانا ومع طريقة حياتنا ومع تكويننا كل يوم، مش بس عشان شكلنا وعشان عشان لياقتنا وعشان صحتنا. علشان كده احنا النهارده معانا ضيفتنا اللي هتقول لنا لو احنا حتى مش قادرين نروح الجيم اللي احنا بندفع الاشتراك بتاعه وما بنروحش ده، نعمل ايه في البيت؟ ما بقعدش في البيت والله، انا في المكتب طول النهار. في المكتب يا حبيبتي ولا يهمك خالص، هي المساله عباره عن مهات صغيره كده تقدري انك تعملي عليها التمارين بمنتهى البساطه. كابتن حنين عبد الغفار مدربه اللياقه البدنيه هنعرف منها اكتر عن ايه هي التمارين المناسبه لينا احنا كستات وازاي تقدري تعمليها سواء في البيت او في الشغل او في اي مكان. منوره يا حنين. اي بنورك، الاخبار؟ اهلا بيكي حنين، بطله رياضيه معروفه وشرفتنا في محافل كتير دوليه ومحليه. خلينا نتكلم عن الايجابيات والسلبيات، لو انا ما عملتش رياضه هيحصل لي ايه، ولو انا عملتها هيحصل لي؟ لو ما عملتهاش في حاجات كتير قوي اقدر اتفاداها من ان انا اعمل رياضه، في زي البوستيرال امبالانس اللي هو اي جسم بيحصل فيه انحرافات قواميه من مثلا كتر القعده الشغل، الناس بتقعد على مكاتب كتير او بالظبط 99% من الناس موظفين على طول على الكراسي، يعني شغلهم على الكرسي، فده بيسبب انحرافات في الجسم. زي مثلا في ثلاثه مشهورين قوي هتلاقي الفورورد هيد اللي هو بيبقى راسه لقدام، يعني الراس دي طالعه لقدام كده المفروض ترجع ورا عشان ما يحصلش قتل. دي شاشه اللابتوب على طول او شاشه الكمبيوتر، كلنا في البيت وفي الشغل، مش في العربيه هتلاقي الستات كلهم كده. احنا بنصحى، بصي احنا بنصحى من النوم على العربيه، على المكتب، على الشغل، في الكرسي، على العربيه تاني، على قدام التلفزيون بقى بالليل. بالظبط. اول حاجه الراس، اول حاجه الراس اللي بتطلع قدام، تاني حاجه الراوند شولدر بتلاقيه بيبقى فيه تقوس هنا في الرقبه شويه مصاحب لموضوع الراس اللي على قدام دي، زي قلب بسيط كده. بيبقى فيه انحناء ورا في هنا في ايوه الجزء ده. ايوه اوكي. في بقى الراوند شولدر بتلاقيه برده الكتف اللي قدام شويه برده من كتر القعده. ازاي نفرده؟ ازاي نفرده؟ ليه كده تمرين، لو ممكن ابوش حيطه هنا وهستخدم الشولدر بس هو اللي هيتحرك، هزق الحيطه بالشولدر بس. يعني الشولدر بس هو اللي يتحرك، وتحاولي ان انت توبن يور تشست، تفضل تشست كده اوكي، يعني كأن دي الحيطه وانا برجع كده برجع فوقي بالشولدر بس، يعني الكتف بس هو اللي بيتحرك. مش اعمليها لنا تاني كذا كده، ونعملها كم مره بقى؟ بس اللي يتحرك على الحيطه كم مره نعملها يا حنين؟ يعني ممكن 15 4 راوندز، يعني 15 4 مرات، 15 وتراعي 15 في 4. بالظبط. بالنسبه للفورورد هيد ليه تمرين، انك تنزلي دقنك تحت وتزقي ورا كده، دوسي بايديكي على ورا، هتحسي ان رقبتك ورا، الرقبه تبقى ورا. بتعملي الحاجات دي عماله على بطال طول ما انت قاعده. في اي مكان في اي وقت، انت لو في الاشاره ولسه حمراء ممكن تفضلي شغاله لحد ما الاشاره تفتح، استغلي كل دقيقه فعلا. ولو فتحت الناس هتزمر فهتاخدي بالك، يعني مش ما تقلقيش. حاجات بسيطه قوي. في بقى الكايفوسيس اللي هو بيبقى زي الاتب، هنا الظهر مقوس. ده برده ليه تمرين، مثلا نفتح ايدينا كده 90 ديجري هنا ونزق لورا، ونزق لورا، تقفلي ورا، تحسي ان انت كل الماسلز اللي ورا بتقفل على بعض، انت هتحسي الاحساس ده وانت بترجعي ده ورا. الله حلو كمان اللي هم كده، اللي هم العظمتين اللي ورا دول يقفلوا مع بعض، على بعض تحسي ان انت هم كده بيتفردوا. بس في بقى مشكله صغيره محدش بيبص لها كتير قوي، الكليكنج على الماوس طول الوقت انت في الشغل، ده ممكن يسبب مع الوقت لو تحسي هنا بتشنج، تحسي هنا ممكن يوصل للالتهاب. والموبايلات برضه. والموبايلات وده الرسغ ده. بالظبط. ممكن يحصل التهاب في الاوتار بتاعه الايد، غير ان لو بصيتوا هنا، بصوا ده بيتحرك دي. بالظبط الوتر واصله كلها، هتحسي بقى ان دراعك ده بيوصل بعد كده للشولدر يسبب لك اصلا الم في الكتف، وانا مش عارفه مصدره. بالظبط، ان هو اصلا ده مصدره الكليكنج على الماوس طول الوقت. طب انا انصح حاجه واحده او اكتر من حاجه، يعني ان طول الوقت ممكن تعملي ستريتش وانت واقفه في المكتب اهو عادي، وانا قاعده. عارفه الكوره دي اللي هي والبريسنج بول؟ وممكن تعملي ستريتشز بسيطه، ودي بتساعد في حاجات كتير قوي، بس كده مش كده. ده
ده بيفرده. أيوة. طب لو في التهاب ممنوع ان انا اعمل التمرين ده اسيبه لما يخف؟ بالعكس تعمليه هيفك. اه بيريح يعني، بيعمل ممكن ريليف للبين شويه. ستريتشن كمان يعني ده كده مهم. ممكن السنده كمان طول الوقت دي ممكن يحصل هنا في العظمه دي بتاعت القلب تحصل فيها، ممكن يحصل توصل انها تبقى في اكياس ميه. من ايه بقى من ايه السبب؟ ما انت بتبقي سانده كده طول الوقت والماوس بيبقى كده، فانت العظمه دي في احتكاك دائم كده. فالجسم بيدافع عن نفسه فيعمل سيست. بالظبط. في ماوس باد بقى بتبقى فيها السفنجة زياده، لو تلاحظوا بتحطي تسندي عليها رسغ ايديكي. مهم قوي دي، تسندي على حاجه. بالظبط. ومعاكي البريسنج بول، هما مش وراكي شغل، بتمسكي البريسنج بول تعملي ستريتشز وانت قاعده عادي كده. طب الظهر بقى والام العمود الفقري بقى بتيجي من القعده الغلط، وهتورينا تمارين بقى للستريتشنج بتاع في ثلاث اجزاء في العنقيه، الفقرات العنقيه والفقرات الصدريه والفقرات القطنيه. الشائعه قوي اللي بتبقى في الرقبه واللي بتبقى في القطنيه تحت خالص. ده بسبب وايه الصدريه دي؟ ايه الفقرات دي اللي هي ورا الصدر على طول، تلاقي في الظهر من ورا اللي بيحصل فيها الكايفوسز اللي بيبقى فيها. بس بالنسبه ده بيبقى من كتر القعده بيحصل ضغط على الفقرات، ضغط على الغضاريف بتاعه الفقرات القطنيه فبيسبب الالام دي. بيعمل بدايه انزلاق غضروفي طبعا، بيعمل ضيق بين الفقرات ثم انت تخيلي انت على طول ضغطه كده ضغط، فانت لازم تفكيها. فهتفكيها بايه؟ الضغطه دي بتيجي من ايه؟ انا كده قاعده، انا ضغطه على غضاريف ظهري او الوقفه او كل حاجه، بس انت قاعده في بوستشر معين فترة كبيرة بتضغطي على الفقرات الغضاريف نفسها بيبقى مضغوط عليها. طب نفكها ازاي؟ الفكرة كلها في ده ان انت بتعملي ستريتش. ورينا بقى الستريتشنج ازاي بيتعمل عشان نفك فقرات الظهر دي. والرجل على رجل يا ايمان. ها احنا يا حنين، انا كنت بتكلم انا ومنمن من كام يوم انه الرجل على الرجل دي غلط. دي غلط مش هي كده؟ هي شياكة بس غلط. انت على الركبة اللي انت ساندة عليها رجلك. طيب انت برضو ضغط على المفصل يعني نفس الضغط دي القعده الصحيه اكتر. بلاش حكايه طيب. الرجل على الرجل دي ما تفضلش، رجلك مش فوق ال 90 ديجري ومش تحت ال 90 ديجري. اتفضلي. اوكي هنقعد نسالها وهي بتعمل برضه. ايوه. اول تمرين عندي اخد ركبتي الاثنين اشدهم عليا هنا بحيث ان انا اعمل عكس اتجاه عكسي لظهري غير القعده، بستريتش كله ببقى شكل الكوره. اوكي تاني واحد ده نعمله كام مرة يا حنين؟ ده نفس الموضوع بس ده ستريتش ممكن تقعدي فيه 20 ثانية. وانت بتعملي يا حنين تستني 20 ثانية 20 ثانية. ده كويس للركبة والمعدة كمان. ده للظهر كله ستريتشز للظهر. تشدي بطنك يعني الركب عليكي خالص تبدي تعملي ستريتش. حلو. في واحد بس وتروحي عكس هنا. دي تتعمل بالراحه قوي. ناس كتير ممكن تطرقع من الحركه دي ودي حاجه مفيده الى حد ما. في واحد تاني عايز اقوله لكم وانا قاعده هنا. يلا اوكي. دي برده للناس اللي قاعدين طول الوقت. ده للظهر برده زي تحت زي قاعدة على طرف الكنبه او الكرسي. بالظبط جوه قوي. توصلي ظهرك لفولي ستريتشد. اوكي توصلي ستريتشد خالص. اوكي في بوز تاني والله لما اعمله ده بس شو البوز اللي هو مشهور قوي كده. ايوه ده بيوصل الظهر. حلو ستريتش. لو في حاجه عاليه هنا او ممكن سي مثلا او الترابيزه دي مثلا عشان نشوف الكاميرا بتاعتك حاجه عاليه كده تكون عاليه شويه انزل عليها يعني لو انا هبقى كده برضو انا بعمل ستريتش لظهري. حلو. نفس الموضوع وانا واقفه. نسمع عن تمرينات على الحيطه برضو. هزق فوق هفضل شاده كل ظهري فوق. ممكن انزل قدام وازق لقدام والحبس عندي بتزق ورا فانا برضو بعمل مط للفقرات لكل الماسلز بتاعت ظهري فتفك. ده بالنسبة للظهر. طيب اتفضلي. أنا سمعت يا حنين عن تمرينات بتتعمل على الحيطة كلها، يعني أنا أبقى رافعة رجلي على الحيطة كلها وجسمي على الأرض وأعمل بقى تمرينات. دي كويسة للظهر؟
اه طبعا في كذا تمرين مفيده وجسمك لو حطيتيه 90 ديجري كده لمده ممكن 15 مينت بس بيريح اصلا الهارت ريت نفسه دقات القلب وبيريح السباين اللي هو اخر الظهر بيقلل اللود عليه. وفي تمرينات منها للصداع، يعني الناس اللي بتعاني من صداع نصفي وبتاع بيقول لك لما تعملي حاجات على الحيطه كده ممكن الصداع يروح. حتى انت تحسي ان اي حد مثلا اغمى عليه ايده ارفعوا له رجله لان هو بيساعد انه الدم يطلع للمخ لان اللي بيغمى عليه ممكن الدم مش واصل للمخ كويس او ضغطه واطي قوي فبيخلي الضغط الدم يطلع للمخ فيبتدي ان هو يشتغل تاني يعني. كمان في حاجه مهمه، الغدد الليمفاويه ساعات بيبقى فيها ميه زياده فرفع الرجل على الحيطه بيساعد ان الميه تنزل تاني، فهتلاقي انه الواحده بتروح الحمام كتير كذا مره بعدها بتتخلص من الميه الزياده اللي في الجسم اللي ممكن تكون محبوسه وعامله وزن زياده وهي مش تخينه. طيب ستات كتير قوي بتشتكي من البطن، بتعرف ثقافتنا الشرقيه دايما تبص تلاقي الست فله وفي بقى حته بطن كده بتؤرقها في حياتها بتضايقها يعني. بالظبط. تمارين بطن بسيطه تقدر تعملها يوميا وهي في البيت في العربيه في الشغل في اي مكان. اوكي برضه هتحتاج تنام يعني مش ممكن في الشغل قوي بس ممكن في الشغل هوريكوا. يلا هوريكوا على طول. في تمارين ممكن تجيب النص اللي تحت كله من يعني اللاجز بالكور اللي هي منطقه البطن كلها. ايوه. هنزل عادي ايدي هنا او مقفوله ورا راسي. هنزل سكوات عادي، السكوات بيبقى ورا يعني معظم الناس بتنزله قدام، لا هنزل لورا. اوكي القدام ده يأذي الركب اعتقد. يأذي الركب فانا هنزل لورا ولما اطلع هلمس كوعي لركبي هنا، هنزل وهطلع هنا الف بقى. الفكره كلها ان انا بتويست جامد وسطي هنا. انت لو اشتغلتي هتحسي بكل المنطقه دي كل دي لم. هنا بالزبط. تحت واروح تويست قوي كده. انا جبت كل الجزء ده. نعملها 15 مثلا او 3 15 برضه 15 او 4 تايمز. اوكي لو هعمل حاجه لبطني بس هكونتريت على بطني بس. في تمرين ليه 3 مستويات كصعوبه يعني، ده بدايته رجلي 90 ديجري 90 اول درجه هنا. لو انا بعدت رجلي الموضوع يبقى اصعب. الفكره كلها في التمرين ده عشان اصلا تحسي بيه صح لازم يبقى هنا مفيش فراغ، دخلها بطني لجوه مودية رجلي لبعيد. يعني افرد التقوس بتاع الظهر الطبيعي ده يبقى مفروض اكتر على كاني واخده بطني بدخلها لجوه من تحت، مش عامله اي سبيس ورا في ظهري. ده كده عشان تحسي بيرفكتلي بالتمرين كده. ليفل 1 عادي. ليفل 2 هطلع هنا طبعا. يبقى بالراحه الناس اللي فوق ال 50 او كده بالراحه التمارين دي عشان وده عادي جدا، ده لكل السنين دي لكل الاعمار مختلفه لكل السنين كل السنين هنا قدام كده ليفل 2 صعوبه كده. ليفل 3 ان انا افرده خالص، فعندي نمبر 1 هنا هزوده صعوبه هطلع لقدام، هزوده صعوبه اكتر هفرد رجلي خالص. احسن ميعاد نعمل فيه ده امتى عشان يبقى دي انا بفضل اللايف ستايل بتاعنا في رياضه؟ انا بفضل قوي بجد. اتفضلي الاول يا هادي. وعينك اتفضلي. الناس تصحى الصبح بدري قبل شغلها خالص نص ساعه بدري. انت التمرين بالزبط. دي كلها ده ليكي انت قبل السندوتشات والمدارس والحاجات دي كلها مش هتكمل معاكي تلت ساعه او بالكتير يعني. بالظبط. بس المهم قوي ان انت تورم اب قبلها. تورم اب يعني تسخني بالراحه ما تطلعيش على التمرين. ان انا دلوقتي هطول عليك بحاجه انت ما عملتهاش قبل كده فجاه. بالظبط. فلازم بين ورم اب قبلها وبعدها بين كول داون بطريقه بسيطه والموضوع بينتهي. طيب عايزين تمارين بقى يعني عامه تنفع لكل الناس، احنا كده مركزين مع الستات قوي عشان الرجاله بيزعلوا، احنا مش عايزين نزعلهم. فايه تمارين هم عندهم وقت بيروحوا الجيم وبتاع، احنا عايزين فرصه نتنفس. احنا قاعدين مع الاولاد في البيت طول الوقت، احنا الاولويه لينا برضه. طيب انا عايزاكي تقولي نصيحه دايما بتقوليها للستات والبنات وهم بيتمرنوا، قولي لهم نصيحه. ما تستعجلوش في الريزلت النتائج. بالظبط. انت عايزه تمرني يومين يتكون في سنين مش هيخلص في 3 ايام. بالظبط. ومش هتمرن يومين انا ايه ده مش لاقي نتيجه انا قعدت في البيت. طب لو واحده ما عندهاش وقت واتمشت في البيت وبتعمل بتقول لك انا بتمشى وبشتغل في ده كفايه ولا لازم تعمل رياضه؟ لازم تفوكس على حاجات معينه، هي ممكن زي التمرينات اللي انت عملتيها. تفوكس على الكور، تفوكس على اللجز. لو في حاجه تعملها لنا وانت قاعده، لان نقعد كتير قدام التلفزيون طبعا المسلسلات الحلوه
في كتير. فدينا حاجه بقى نعمل. ممكن وانا قاعده هنا على طرف الكنبه او الكرسي اللي احنا لو عرفت الم رجلي الاثنين عليا اوكي وانزل تاني. دي حلوه لعضله البطن كمان. بطن والرجل من قدام هنا الكوادز والرجل صح. في ممكن واحده بس لو الموضوع صعب ممكن لو ممكن نعلي شويه المشط كمان هنا نطلع فوق عادي. وده مفيد برضو للركب كده اي حد عنده مشاكل في الركب. ولو ممكن نحط الاثنين مع بعض ده ليفل الوحش بقى بالظبط اي حاجه فيها الاثنين قدامه مفرودين ده اقصى صعوبه ممكن. طيب ايه اللي يعرفني ان انا روحت التمرين او عملت التمرين بتاعي وان التمرين بدا ان هو ياثر عليا او بدات ان انا استفيد منه؟ اكيد في اشارات معينه الجسم بيقولها لي او رسائل معينه اقدر بيها اعرف ان انا على التراك الصح ان انا ماشيه مظبوط. انت اول ايام التمرين بتاعتك بتحسي بوجع في جسمك فكرنيش يا حنين يا حبيبتي على اللي جرالي قوم ريحها على طول فده بيبقى غلط لان انت المفروض تنزلي توكي المسلز لانها بتبقى في حاله انبساط فانت اديتيها حاله هي مش متعوده عليها اللي هي الانقباض صدمتها بالظبط. فانت طب انا عايزه افك بقى انت هتفضلي زي ما تكملي تاني بالظبط تكملي عليها عادي جدا يعني وهي وجعاني كده ده دليل كويس ان هي بدات تتاثر بالزبط. اكمل عليها زي ما هي بالظبط. ولو مع حد يعني لو مع حد متخصص مش هيوصلك للوجع اللي يخليكي تكرهي التمرين. هي انت هتحسي بالمسلز بس مش بوجع مش بين بس هتحسي ان انت انا اشتغلت. شكرا يا حنين جدا والله الوقت الجميل عدى بسرعه نورتينا نورتينا حنين وخطوة عزيزة وكل الستات والبنات حبيباتي مالكوش اي حجة. سجادة الصلاة المبطنة دي جميلة جدا هتقدر ان احنا نصلي عليها لو هي في المكتب او لو هي في البيت ونقدر نعمل عليها التمارين برضو يعني مالكيش اي حجة. ما جسمك يشد ده مش معناه خطر وتنزعج ولا انا هبطل لا بالعكس ده بدأ يتأثر فكملي عادي. اهم حاجة وانت بتتمرني ازازة المية دي ما تسيبهاش من ايدك دي مش رفاهية وما تشربيش لما تعطشي تشربي الاول قبل ما تعطشي. اشوفكم ان شاء الله في الفقره اللي جايه. شكرا ليكي يا حنين ونكمل بقيه فقراتنا في ستات ما عرفوش يكذبوا. هو صحيح الراجل بيخاف من الست القويه السترونج اندبندنت وومن ولا العيب احيانا في سلوكيات بعض الستات اللي عامله نفسها قويه او بتستقوى على الراجل؟ في ستات كتير بتقول ان الراجل بيخاف من الست القويه عموما لكن رجاله كتير شايفين ان مهما حصل هيفضل الراجل راجل والست ست والحياه مش ممكن تستمر لو الست قويه طول الوقت وحاسه انها هي الراجل. ما بين الرايين دول هنتكلم طبعا مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في الفقره دكتور مدحت عبد الهادي استشاري العلاج النفسي والعلاقات الاجتماعيه. اهلا بيك يا دكتور مدحت. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. قلقان ليه يا دكتور مدحت؟ قلقان؟ قلقان مننا ليه؟ احنا بنتكلم قبل الهوا يعني ان في ناس بتفهم كلمه الاندبندنسي غلط او الاستقلاليه غلط. ايه تعريفها بقى اولا او ايمان بقى مع هالسؤال مع حضرتك؟ اتفضل. عاده المراه ممكن تكون على فكره هاوس وايف يعني مش شرط لازم تكون بتشتغل يعني ممكن تبقى هاوس وايف وتبقى اندبندنت في نفس الوقت لما يكون ليها دخل خاص بيها لما يكون ليها كنترول خاص. دايما الست اللي هي الاندبندنت ديت او المستقله عندها ثلاث سمات او اربع سمات. السمه الاولانيه انها بتعرف تفكر لوحدها مش محتاجه حد يعني يملي عليها افكارها وبتعرف تتصرف مش محتاجه برضه حد يملي عليها تصرفاتها وبتعرف تسعد نفسها في الاخر يعني مش محتاجه حد يقولها تعمل ايه وما تعملش ايه. يعني حضرتك داخل حياتي يا اما تضيف لها يا اما تخليك مكانك واللي خايف يروح ولا ايه؟ اللي خايف ما هي مش مفهوم. اصل في رجاله اقول لك ايه؟ هقول لك ودي يمكن عن مش هقول تجربه هقول مشاهدات مشيها مشاهدات. يلاقي واحده ست قويه ومتحققه قويه دي يعني شخصيتها قويه مش قويه ان هي بترفع اثقال يعني او متحققه في شغلها فعندها استقلال مادي قادره ان هي تسيطر على حياتها بيبتدي يجي عند اخر خطوه عايز يتجوزها فيخاف منها فتلاقي الست جميله وكويسه ومتحققه بس تقول لك ما بيجيلهاش عرسان ليه؟ اصل هما بيخافوا. بالظبط. هو بيخاف من ايه؟ ما قلنا بتفكر لوحدها فبالتالي هو مش حاسس ان هو يعني هيقدر يعرضها في فكره مسيطره عليها. هي خلاص متعوده بتتصرف التصرف ده لما تحط في الموقف ده وكمان بتعرف تعمل يعني مش محتاجه طب ودي لي طب هات لي لا بتلبس الصبح وبتنزل تروح الميكانيكي تصلح العربيه وترجع سواء كانت بتشتغل او ما بتشتغلش هي تعودت على كده وما هعودها على كده. هتوقف عند حضرتك قلت جمله بتعرف تسعد نفسها هي دي ميزه ولا عيب؟ يعني لما يكون جوزي مشغول على طول وانا بعرف انزل اروح النادي والجيم وانبسط مع اصحابي واعمل يعني وقت لزوجي ووقت لبيتي ووقت لاولادي دي حاجه اعتقد ميزه ايجابيه جدا. امتى
تبقى مش ميزه لما اسعد نفسي ازاي وجوزي موجود في حياتي، وما ست تقول لي طب هو لازمته ايه بقى اذا كنت انا بعمل كل حاجه، مش حاسه بدور لي في حياتي. هو الزواج بيبوظ اول ما كل واحد بينمو لوحده، ينمو فكريا وعاطفيا وعلى مستوى الاصدقاء وعلى مستوى الاعمال، ما بيتواصلوش مع بعض، بيبقوا عاملين زي اتنين قطرين واقفين في محطه واحده بس كل واحد له اتجاه. فبالتالي العلاقه الزواجيه لو وصلت لكده هو ممكن يقلق، يبقى حاجه سلبيه انها بتسعد نفسها ما بتفكرش تبقى يبقى معاه. لكن هي كمطلق وحاجه عامه الراجل يسعد جدا ويفرح. ليه؟ عشان ما تبقاش بيردن عليه، ما تبقاش لود عليه، ما تبقاش حمل عليه. هي بتعرف تسعد نفسها، وده على فكره يعني زي ما بيقولوا اساس من اسس الانسانيه. ان الانسان يجب ان يستطيع ان يسعد بنفسه حتى لو اختلى بنفسه، لو قعد على جزيره لوحده. بس الجواز يعرف. اعتقد الجواز معادله مختلفه شويه، يعني انا لما بدخل اتجوز الصح بتاع الموضوع حسب معلوماتي المتواضعه يعني انا داخله اسعد الطرف الثاني، فمردود اسعادي ليه هيرجع لي سعاده. بس ممكن مش داخله عشان هو يسعدني. بالظبط، ما انا بأيد الموضوع بقول لحضرتك هو الاساس في الانسانيه ان الانسان يستطيع ان يسعد نفسه بنفسه. ده حاجه جميله جدا من الست. طبعا دكتور مدحت عايزين بدون قطع كلامك نقول ان احنا لايف عشان طبعا في اسئله كتير بتيجي على الصفحه. اتفضل. عايزين نسال حضرتك على حاجات كتير. اتفضل. بس حضرتك بتقول ان كل واحد يا ايمان لما بيدور على النجاح بيعرف ينجح لوحده. ازاي ننجح اتنين مع بعض؟ انت قلتها في كلامك. احنا الاثنين بننجح مع بعض، احنا الاثنين بنقضي وقت سعيد مع بعض. هي هنتكلم احنا كزوجين. الازواج في حوالي خمس او ست نقاط خلينا نقولهم بسرعه كده. اساس الزواج كل واحد لازم يدرسهم عشان نشوف المشكله جايه له منين. علاقه الزوج باهل الزوج الاخر لازم تكون علاقه صحيه، وعلاقه صحيه وعلاقه راضي عنها كل طرف. علاقته باهله باهل الاخر. نمره اتنين ان هم لازم يعرفوا يتخانقوا بعدل. نمره تلاته لازم يعرفوا يتواصلوا كل انواعه بقى. نمره اربعه لازم تكون علاقتهم الحميميه بتضيف ليهم هم الاثنين. نمره خمسه لازم يكونوا هم عندهم ذمه ماليه واضحه. تمام. يعني ايه يتخانقوا بعدل؟ مش قادره عايزه افهمها اكتر. يعني حضرتك ممكن لما تتعصبي تحب تكسري المج. بس ما رميتهوش في اتجاهي. انت كده تتخانقي بعدل. انت عصبتي على الموضوع نفسه. ما حطيتنيش انا في جمله مفيده. ما اتهمتنيش ان انا ما بعرفش او ان انا مش فاهم او ان انا قليل الذوق او ان انا كذا. يعني اكسري المج في مكانه بس ما تحتفهوش بيه يعني. لان مش كل الناس صح بصي لا انا قصدي ايه، انت بتزعقي وصوت عالي وبتاع بس ما جرحتيش، لان طبيعتك بتخافي. مفيش راجل بيقبل الصوت العالي. اقول النيرف بتاعه عالي، واحد النيرف بتاعه عالي، واحد تاني النيرف بتاعه واطي، بس هو بنيرفه عالي ما بيجرحش في اللي قدامه. ده للطرفين؟ للطرفين. اصل مفيش راجل هيقبل صوت عالي. لا بيقبله بس ما امتى هقلب بصوت عالي؟ اتفرج كده، لكن اول ما تقولي انت هبدا بقى انا كمان عايز ايه النيرف بتاعي يعلى عشان عايز اخد حقي. طب انا عايز اسالك على حاجه. اتفضلي. في رجاله بتدفع الست اللي معاها ان هي تبقى سترونج اندبندنت وومن، وانا عايزه افرق ما بين الاثنين. مش لازم انها عشان تبقى سترونج انها تبقى اندبندنت. صحيح. هي ممكن تبقى مستقله ماديا بس ما هياش قويه، شخصيه هشه. ممكن تبقى شخصيه قويه جدا لكن ما عندهاش استقلال مادي، لكن لما بيجتمعوا الاثنين مع بعض ده ليفل الوحش طبعا اللي بيقلق اي راجل. بس كتير رجاله هي اللي بتصنع النموذج ده، لان هو تخلى عن التزاماته، تخلى عن واجباته، تخلى عن مسؤولياته، فبدا هو كل ما بيريح من ناحيه هي عماله بتحاول تشيل من الناحيه الثانيه. زي فكره الجيم اللي كنا بنعملها او الرياضه. صحيح. فهي قويت او استقوت في بعض الاحيان بسبب تخليه هو عنده. بالظبط. وده على فكره ده حتى بالنسبه للاولاد الصغيرين. يعني لما بيكون مثلا في غياب الاب، الاب مش موجود، فالام اعتمدت عليه فابتدت تخليه ينزل كتير ويحتك ويشتري طلباتها، هيكبر بدري. يعني ايه بيقوى عوده بدري نتيجه انك انت حطيتيه في مواقف يحتك بيها، فبالتالي عوده جمد. كذلك المراه، كذلك البنت الصغيره. هل المشكله في الطرف الاخر؟ يعني لو الست قويه ومعتمده على نفسها وعندها ذمه ماليه بتاعتها وقويه بتعرف تدير حياتها زي ما حضرتك قلت في البدايه، المشكله في الاخر هو ممكن يتقبل او لا؟ يعني نوعيه الرجل او الزوج، في واحد بيفرح قوي بالشخصيه دي ولا شيلي يلا معايا وبتاع ويقف في ظهرها كمان وهي مبسوط ان هي بتشيل معاه، وفي واحد يشيل زياده بقى فتبتدي تزهق تقول لك طب ما انا بعمل كل حاجه. ده السوي، السوي اللي هو يفرح. اللي غير سوي هو اللي هياخدها كانها عبء او كانها لود او ان هو يبدا يرمي عليها. لان هو مش من دوره ان هو يتخلى. الانسان عامه بما فينا يعني
الانسان عامه خلق في كبد، يعني عمل دؤوب مستمر. صحيح. راجل او ست، بس طبعا معروف ان اللي خلق للدنيا والصعوبات بتاعتها والصعوبات بتاعتها الراجل، فالمفروض ان هو اللي يشيل، مش هي لما بيتراجع بقى خطوه دي لو شايل دي اه يبقى مع الكلام بالسوي. طب احنا عندنا ولو اتخانق معاها يبقى بالسوي برضه. وده نموذج قليل يعني، موجود طبعا حالات فرديه، بس هو في اربع اشكال او اربع اساليب للتعامل من قبل الراجل تجاه الست اللي هي القويه المستقله ماديا، اللي هي سترونج اندبندنت وومن. ودي ده مش عيب على فكره ان هي تبقى كده، بالعكس. لكن في واحد يقول لك اه لا ده دي انا هستثمر بقى القصه دي، فيبتدي ان هو يستنزفها ماديا. مش انت مستقله ماديا اتفضلي اصرفي، مش انت قويه اتفضلي اتصرفي. واحد تاني يقول لك لا يحمل عليها، شيلي بقى شيلي بس خلينا. واحد تاني يقول لك لا انت مستقله وقويه والكلام ده ضد رجولتي خالص، وانا الكلام ده ما ينفعش معايا خالص. يبتدي ان هو في واحد تالت يغير منها، يغير من نجاحها، يغير من خلينا نحط رولز. هو المفروض ان انا عشان قوي او انا عشان قويه اتطاول على اللي معايا او اتجاهله، او ان انا اقلل من 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 اعطائه احتياجاته، او امتنع عن ما يؤذيه؟ لا، لان احنا ارتضينا ان احنا نتعايش. صحيح. فهو لو عمل كده هيبقى يكون متاذي من امر اخر، انها بتتجاهله، بتصغر من شانه قدام الناس، بتتكلم عنه، بتبقى كل شويه انها بتعمل وبتعمل وبتساعد المن برده والادب. هي مش ميزه برده يعني، احنا هي ميزه ليكي وحاجه تسعد الراجل، ولكن بلاش تستخدميها ضده، لان هي باكج اصلا يا ايمان. يعني هي الفكره في الحياه عامه، انا ببص على كل الجوانب مش جانب واحد، بشوفها بتعاملني ازاي، بتعامل اهلي ازاي. زي ما قلت لك في مشاكل بتبقى كل حاجه تمام، بس مثلا علاقتهم باهل بعض وحشه فتعمل مشاكل ومشاحنات. ممكن ذمه ماليه داخله على بعضها متداخله فتزود عندها القوه نتيجه لا. طب انا بدفع زيك وانا بشيل زيك وانا بساهم زيك، طب انا بقى ايه الفرق يعني؟ عاملني بقى كويس، اديني حق انا كمان. يبقى هنا العيب على الراجل، لان هو المفروض ما حطش ذمه ماليه واحتفظ بمالها المالها، يعني الست ما لها وما لها. طبعا في انا هضيف بقى كلمه لسترونج اندبندنت، ستوبيد سترونج اندبندنت، اللي هي وصلت لمنطقه من النجاح والاستقلال المادي والقوه، اللي هي قاعده طول الوقت على فكره انت لو مش عاجبك العيش عادي، انا ممكن اعيش لوحدي، انا مش هينقصني اي حاجه خالص، بالسلامه. الباب مش عارفه ماله، بسيب الباب مفتوح عشان مستنيه ناس وانت خارج، كلام بقى من النوعيه دي. فهو طول الوقت حاسس اولا بعدم استقرار، اللي هو ركن اصيل من الزواج، حاسس الحياه على كف عفريت زي ما بيقولوا. طب ولو في ولاد، طب الولاد ده هيبقى مصيرهم ايه مع ام مستهتره كل شويه بتهددني؟ فبقت هي اللي بتهدد دلوقتي. ان هو حاسس طول الوقت ان هي بتستغنى عنه، جزء من احساس الراجل بنفسه ان هو يحس ان الست محتاجه له طول الوقت. هنا دي تيجي الذكيه بقى، هي قادره وقويه ومستقله ماديا، بس طول الوقت اللي هو انا ما اقدرش اعيش من غيرك، هو احنا من غيرك ما نسواش حاجه. طب الكلام اللي هو بيحبوه الرجاله ده. بس استني برضو عشان ما نظلمش الرجال، الرجاله فيهم ناس كويسه جدا، بمعنى يعني هو مش لازم يكون عنده ديفول او عنده مشكله نفسيه، يعني ان هو حاسس بعقده نقص قدامها. هو ممكن يكون في الفيلد ده حتى لو اقل منها في المستوى الاجتماعي على فكره، لو هو راجل بمعنى الكلمه يعني. هيبقى فرحان لها ان هي، لان مقامات الدنيا مقامات وصوابعنا مش زي بعضها. هو راجل كويس وطيب وسوي وكل حاجه، قول لنا واحد اتنين تلاته الاخطاء اللي بتقع فيها ست مع الراجل. يعني الست المعتمده القويه المعتمده على نفسها قويه، لانها واخده سمعه سيئه، فكره الاندبندنت وومن. هقول لك نماذج من عندي من العياده مثلا. يعني مثلا في مشكله ان هو بي بي بيروح يقول للناس ان هي دفعت كذا، او هي بتروح تقول للناس، احنا قلنا هي صح، احنا عايزين نطلع اخطاء هي. انها تروح تقول مثلا في موقف قدام اهلها قدام اهله، انا جبت كذا او ساهمت بكذا في البيت. ده هنا في جرح للراجل، وخصوصا دي اسرار بيت. طبعا. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما زي ما انت قلت كده تبدا دايما تبقى لغه في في في, في, في المن بقى، المن او اللي هي بنسميها البارانويا بقى، خلاص بقى في تعالي هنا في الكلام، بقى في تعالي في التصرفات، احساس ان انا مستغنيه طول الوقت. انا مستغنيه طول الوقت، مستغنيه طول الوقت، مش فارقه معايا طول الوقت. دي نماذج موجوده في الحياه عامه. ايه تاني بيزعج الراجل من الست؟ اللي بيزعج الراجل دايما ان هو بيحس ان هو ما بيتكلمش طرف واحد. يعني الست الاندبندنت ديت بيبقى ليها اصدقاء، بيبقى ليها حياه موازيه. عاده يعني حضرتك فتحت موضوع مهم جدا. بيزعج الراجل انه ما بيكلمش شخص واحد، ان فيها بتفكر ومعاها ناس بتفكر، او في شخص طرف ثالث بيفكر معاها. دي حاجه تانية غير الست قويه بقى. ده قويه باشخاص كمان، ده حقيقه. وفي وساعات بتشارك ده مع زملائها. انا بقول لك من خلال تجارب او حالات حقيقيه، يعني مش افتراضيه. انا بديك نماذج طبعا. ايه تاني؟
ايه رابع بقى؟ ايه تاني فينا ما بيعجبكمش؟ قولوا لنا. لا مش ما بيعجبكمش، ما هو في ست زي ما اتفقنا اللي هي الاندبندنت اللي بتمارس حقوق الاندبندنس غلط. خلاص ده اللي احنا اتكلمنا عنه. لكن مثلا النهارده لما انا اجي مثلا احط لود على الشخص التاني، لان يعني مثلا ايه انا عايشه في مستوى معين او امكانيات تجيب حاجه معينه. فهو جاب هديه على قد دخله هو، في ست تبقى دخلها اعلى من الراجل. فتستحي في الحاجه او تستقلها. وتزعل لو ما جابلهاش حاجه تاني. لا يعني ايه دي بتعمل ايه دي؟ طب لا طب رجعها وهات بيها حاجه للبيت مش عارف ايه. بيعمل ايه فيه يعني؟ ما ترفض الهديه بيكسره طبعا. الراجل اساسا هو عباره عن ايه؟ هو بيبذل كل ما يستطيع عشان يسعد هذه الاسره. هو الهديه اللي هو جايبها لها هو مستني حاجه واحده، حتى مش مستني شكرا، مستني يشوف فرحه في عينيها، ابتسامه بس كده، فرحه في عينيها بس، مش عايز اكتر في من بقى كده. هي ممكن ساعتها بقى تخطا ده. الخطا ده بقى انها تقيم الحاجه بما يليق بيها هي. طب انا عايز اسالك سؤال، مش بقدرته هو؟ ما هو ده غلط طبعا، ده مش عدل طبعا، ده مش عدل طبعا. طيب ومش من الود ومش من الرحمه ومش من الانسانيه حتى. الست اللي هي سترونج اندبندنت زي ما في رجاله بتخاف ترتبط بيها، الست دي لو راجل ارتبط بيها بتبقى اكتر ست بتتخان ليه؟ ده سؤال حلو جدا. برافو بجد. كل الحالات اللي بتيجي فيها خيانه باجي اسالها، هو الراجل الست اللي عارفها شكلها عامل ازاي؟ تقول لي اوحش منك، اقل منها كتير. وايه تاني؟ مستواه الاجتماعي اقل. بس رؤى بقى قاعده بقى بتحط له بقى رجليه في الميه السخنه بقى. لا ده بيبقى الكمين اللي في الاول. بس يا مش رؤى على رؤى الجميله هي. يا رؤى في ايه؟ بص اول حاجه الراجل بيبص لها ايه؟ اسالي اي راجل موجود معانا في البلاتو في الحياه، هو بيبص على التقدير، كل همه ان هو يحس ان هو مقدر في بيته من الست بتاعته. طب ماشي، مع الاوعيه قويه شكليه ما بتديش بقى التقدير ده. احنا قلنا على الهديه وقلنا احنا بنتكلم على السلبيات. تقدير يعني ايه؟ شكله ايه يعني؟ ما هو مع الاولانيه كان جزء من كل، لكن هو مع الثانيه الكل في الكل، وهو ده اللي بيدور عليه. هي بتقول له انت وانت تاج راسي وانت اللي فوق، انا غيرك ما اعرفش حاجه، وانت بتعرف كل حاجه، وانا لما بكون عندي موضوع قد كده تروح تستشير. ايه اللي هيخسر يعني الست؟ يعني انت كده دي دعوه لان الستات ما يبقوش اقوياء؟ لا وخليكي في حالك يا ستي، وخليكي كده لو بروفايل ما تطلبيش كتير، خليكي كده. بس ايه المانع مثلا؟ ايه المانع؟ انا دايما حتى بقولها للرجاله، ايه المانع انها تروح تقول له مثلا امر في شغلها تستشيره؟ هيحس انه ابريشيتد. عيل عمل حاجه تستناه بالليل، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ايه المشكله؟ ايه الضرر اللي هيقع عليها؟ ولا حاجه. فهو النهارده الذكاء الاجتماعي ده اديله وضعه يعني. اديله وضعه. اديله برستيج. اديله وضعه لا يروح يدور عليه في حته ثانيه، برستيج ويدور عليه في حته ثانيه. لا حقيقي بجد يعني انا بتكلم بقول ان احنا بنستخسر في بعض الكلمه الطيبه مع انها اصلا كلنا اتعودنا في بيوتنا انها صدقه، يعني حاجه طيبه تقولها لحد، ما بالك بقى بشريك الحياه. فاعتقد يعني ان دي مش من الفطنه ومش من الذكاء يعني ان هي تعمل معاه كده. فهو لما بيروح لرؤى او بيروح للنموذج الثاني اللي بيديله التقدير ده بيكون عنده صراع ان هو بيهد بيته، وان هو في نفس الوقت محتاج النموذج ده عشان يحس باستواءه النفسي. الذكيه بقى تعمل ايه؟ بدينا نصيحه بقى كده، الذكيه تعمل ايه لو عمل كده؟ لو راح عارف غيرها. كان مره جات لي تليفون وكنت على الهواء في مره من واحده كانت في المانيا او في النمسا اللبنانيه. وكان جوزها دبلوماسي وكان حاجه كده جميله قوي يعني. بتقول لي لما عرفت ان جوزي عمل كده اهلي كلهم رفضوا وقالوا لي تعالي اتطلقي وارجعي، وانا قلت لا. وفضلت لغايه لما رجعته تاني. كنت الحلقه كان عنوانها ساعتها ان رجعته تاني ازاي؟ هي دي القصه بقى، قول لنا على التكه. هي انا دايما كانت عنوان الحلقه ساعتها انا فاكر ان العشيقه او الزوجه الثانيه اذكى من الزوجه الاولى او من هي لعبت على نقط ضعفه ونسبت له الضعف، فبالتالي هو وقع في مطب. طيب ما احنا بنخاف على ازواجنا من اللي بره، مش بنخاف منه هو. يعني ما سيبش جوزي عمال متساب بره والناس بره عمالين يمدحوا فيه وعمالين يثنوا عليه وانا مش واخده بالي. يعني يا دكتور مدحت، ينفع واحده تيجي، انا مش هقول اسمك ما تقلقيش، تيجي لي تقول لي انا اكتشفت ان جوزي متجوز عليا ومخلف اتنين؟ طبعا ده انت الرادار يعني بتاعك عطلان. سبع سنين ولا ثمان سنين يعني مش فاهمه، ما حسيتش. ده معناه بقى ان هي بقى اللي كسبها عشانه ايه؟ لما برضه كان عندي نماذج كده يقول لك انا منسي، انا ما حدش جيت ما زي ما جيتش، خرجت زي ما خرجت، مهتمه بنفسها اكتر، باولادها اكتر، بالبيت بالاولاد باصحابها. يعني انا دايما انا بقول ان الحياه الزوجيه خلقت لان انا بقول ان في حد في حياتي انا محتاجه عشان يزود سعادتي. هو الجواز عشان كده قويه في الشغل وقويه مع اللي بيساعدوكي اوكي، لكن عند الراجل
انا يعني هو الكل في الكل وهو اولوياته في الاول، هي دي ده سر النجاح. بس مش الكل في الكل برضه، مش حتى الكل في الكل. بصي الحياه عدل، الرسول عليه الصلاه والسلام أولويات. كان يطحن الطحين ويخبز الخبيز ويعجن العجين، هم واصحابه. فاكر فيلم مراتي مدير عام؟ ها فاكر فيلم مراتي مدير عام؟ اه صراحه فيلم لذيذ جدا. السهل الممتنع. شفت كانت بترجع ازاي في البيت؟ وفي البيت بقى قصه ثانيه. هي دي ست النصحه الذكيه. في هنا تعليقات. محمد مرشد بيقول اقسم بالله ما فيش مره، انا سوري ان انا قلت اسمك، اجيب لها هديه ومفاجاه حلوه الا بتكون فاشله. حتى بناتي بيقولوا لي يا بابا ماما مش بتاعه هدايا، انت تدي لها فلوس وهي تجيب اللي هي عايزاه. ساعات ممكن الراجل يبقى ذوقه بعافيه مثلا، احساس وحش بقى. شوف بتسيب اثر عند الراجل، يتعب ويجيب هديه لو ورده، المفروض يحس بالتقدير زي ما حضرتك بتقول. يعني ده هي حتى المفروض انا لو حد جاب لي اي حاجه لازم اشكره ولازم اقول له شكرا حتى لو مش عاجباني. ده من الذوق. اخدها اروح اتبرع بيها، تتصرف هي فيها بطريقه، بس على الاقل قدامه ابين له امتنان. يعني وفي واحده طبعا انا عايزه اقول كمان، ام ولادي يعني مش بتقول حاجه، بتقول انا من الجزائر وبحب متابعه البرنامج جدا وبنشكرك. حبيت بس اشكرها على الهواء. يعني وفي مامة عمر كمان بتسأل سؤال بقى جميل جدا ومحوري. لما الواحدة ما تلاقيش اهتمام تعمل ايه؟ ما تلاقيش اهتمام؟ الامام الاهتمام يعني. ما بيطلبش. لا بيطلب بقى على فكرة. لا يعني لا تقول له انا عايزك تهتم بيا، امال مين هيحبني؟ مين هيرعيني؟ اللي عايز حاجة بيعملها. بمعنى ايه؟ ده دي وكده هتفشل الحياه؟ لا ده تركيبه نفسيه كده. حضرتك النهارده لما بتكوني بالليل ونايمه ومرتاحه في السرير وعطشتي بالليل، مش بتمشي بنفسك بتجري لغايه المطبخ وتفتح الثلاجه وتجيب الميه؟ ايوه تجيب الحنان من الثلاجه يعني يا فندم ولا ايه يا دكتور؟ ادي الحنان هاخد الحنان، ادي الاهتمام هاخد الاهتمام، ادي الشكر هاخد الشكر. لا يجافئ الاحسان الا الاحسان. فانت هتبادري باللي انت عايزاه او اللي هو عايزه. يعني لو انا عايز مراتي تهتم بيا لازم اهتم بيها. لو انا عايزه تحن عليا لازم احن عليها. يعني نبدا بنفسنا الاول يعني. يا رب نلاقي مقابل. دي قاعده بسيطه جدا على فكره في علم النفس، انك انت لما تحتاجي شيء اعطيه. طب لو هي اهتمت وهو برده مكمل، او انت يعني مش انت مطنش وما اهتمش برده، يبقى شايف له شوفه. مش هيحصل. ده كلام بقى شايف له شوفه. جايين من فوق. لا يبادر الاحسان الا الاحسان. حلو قوي. فاكر قلت لك ايه في اول الفقره؟ يا ريت حضرتك بتتكلم عن حد ملاك يعني. بسيطه يبقى رايح جاي كده يعني. لا هو فاهم ليها حقوق وعليها واجبات. بصي هو الخناقات بيقعد يعمل ايه؟ بيقعد يصرخ. فبتقعد تصرخ لا وما بتاخدش. يعني بنصرخ وما بناخدش. نتعلم بقى. يبقى اذا مش الطلب والمطالبه والزعيق. يبقى انا زي ما قلت لك في بدايه الفقره، انا داخله الجوازه دي انا داخله الهدف اسعد الطرف اللي معايا عشان يردها لي هو سعيد، مش داخله عشان هو اللي يسعدني. دكتور مدحت عبد الهادي احنا بنشكرك، الوقت خلص بسرعه وعندنا اسئله كتير ومشاهدينا على اللايف يعني بيسالوا اسئله كتير. تجي لنا تاني ان شاء الله. ان شاء الله وعد من حضرتك. احنا كنا بننكشك بس مش اكتر. نطلع فاصل سريع ونواصل فقرتنا. زي ما شفتوا كده ضيفنا هو درس الهندسة لكن الظروف شاءت انه يروح ياخد غطس في بحر الموسيقى
عنده قدرات خاصة أكيد، متميز ده كده كده. الظروف والقدرات الخاصة دي عملت منه في وقت قصير جدا واحد من أهم مؤلفين الموسيقى التصويرية، مش بس في مصر، يمكن يكون في الوطن العربي. كل تتر مختلف عن التاني، ليه بصمة وليه آيدنتيتي وليه تيمة مختلفة. كل موسيقى فيلم مش ممكن هنلاقي منها اتنين أبدا، هي بتطلع حتة ماستر بيس كده، مفيش ليها تاني. أول ما تسمع المزيكا بتاعته على طول بتقول هو ده، بيتعرف، شخصيته موجودة، بصمته موجودة، بتتعرف في عالم التفرد، إن هو عالم إبداع. هو في الآخر كام يوم كان حصل على جائزة أحسن موسيقى تصويرية عن مسلسل رسالة الإمام، ده كان في مهرجان القاهرة للدراما. معانا ومع حضراتكم في الفقرة دي الموسيقار تامر كروان، منورنا وخطوة عزيزة وألف مبروك. الله يبارك فيك، ميرسي. اهلا وسهلا بيك الموسيقار تامر كروان، ومبروك اولا طبعا الجائزه احسن موسيقى تصويريه عن مسلسل رساله الامام في مهرجان الدراما. الله يبارك فيك. وده هيخليني ابدا بيها، وشفت مشاهد عايزه اتوقف عندها. المؤلف الموسيقي او اللي بيعمل موسيقى تصويريه، طب نشوف الجائزه الاول. يلا نشوف الجائزه الاول عشان نرجع تاني. جائزه افضل موسيقى تصويريه تذهب الى فين بقى الظرف؟ الموسيقار تامر كروان عن مسلسل الإمام الشافعي. شفنا طبعا الموسيقار تامر كروان وهو بيتسلم جائزة مهرجان الدراما عن العمل الديني رسالة الإمام. وأنا شفت في الويلكم كليب بتاعك، يعني أو خلال المسلسل طبعا تابعناه كلنا، الموسيقى معمولة بشكل مودرن، يعني أنت مازج ما بين المودرن، وإذا كان كلامي صح يعني الوتريات عمالة، السترينجز عمالة تعمل حاجات يعني غير لما كنا بنشوف توبول وترامبت والحاجات القديمة دي. ازاي مزجت ده، وازاي ركبت الموسيقى التصويريه على مسلسل؟ كنت بتستنى لما بيخلصوا المشاهد مثلا، ولا بعد ما العمل كله خلص زي الافلام؟ بصي، هو الـ 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 في بيبقى في عقد ما بين الجمهور وما بين صناع الاعمال التاريخيه بالذات، وما بينها الدينيه، يعني ان بيبقى في نوعيات موسيقى معينه بتناسب الاعمال التاريخيه، وفي نوعيات طريقه تاليف معينه. يعني مثلا ايه، يعني طبعا في التاريخي ما اقدرش استخدم، يعني التاريخي بتاعنا احنا مش بتاع بره، ما اقدرش استخدم بيانو كتير. طبعا، لان ولا جيتار، الاله مش موجوده. يعني لا جيتار، يعني ممكن. لانها اخترعت في فتره قديمه يعني. فبالتالي بس استخدام الاوركسترا متعرف عليه ان هو مناسب، يعني لان الاوركسترا الغربي بتكوينها الغربي عنصر محايد في المزيكا، هو بيدي مشاعر متداخله كتيره جدا كل الناس تفهمها، ما فيهاش الاثنيه بتاع او فكره التراث الفلكلور البلد او التراث الفتره التاريخيه او هكذا. فبالتالي استخدام، انا استخدمت الاوركسترا، بس كمان زودنا شويه عناصر. ده بسبب معالجه الاستاذ ليث حجرو المخرج للتصور الدرامي نفسه بتاع المسلسل. يعني حتى المسلسل نفسه كنت تحسي ان هم في العصر بتاع الامام الشافعي، ولكن تحسي انهم جزء من اللي احنا عايشينه دلوقتي، او صحيح، او قريبين مننا اكتر من الفتره التاريخيه دي. فبالتالي انا استخدمت عناصر مثلا زي حاجات عناصر الكترونيك مع الاوركسترا، فحسستنا اكتر بالمعاصره. والحقيقه انها مع الصوره اللي كان عاملها الاستاذ لايس ادت بعد تاني خالص، بعد يعني
كسر الحاجز. يعني بيبقى في حاجز دايما في الحاجات التاريخيه والدينيه. كنت بتعملها بقى حته حته؟ ده بقيت سؤالي يعني، ولا لما خلص العمل؟ لا انا بحب دايما في اي عمل ان انا اطفى يعني. طبعا السينما غير التلفزيون. التلفزيون وغير التلفزيون عندنا في مصر يعني، او في الوطن العربي عموما يعني. احنا بنشتغل على سيناريو مبدئيا، بس انا بحب اتفرج على اكتر قدر من المشاهد بتاعه المسلسل عشان اقدر اخد الايقاع والروح بتاعه والروح وطريقه التمثيل وطريقه، وده بيفيد جدا في عمل الموسيقى التصويريه يعني. هو ده بالظبط، انت جاوبت على سؤالي، انه انت بتضطر ان انت تشوف مشاهد كتير او مساحه كبيره من العمل الفني نفسه عشان تقدر تقيم الموسيقى اللي هتليق عليه. لان عادة موسيقى التترات بتاعة المسلسلات بتبقى دالة على نوعية العمل الدرامي. ده حقيقي. بتبقى جايد مهمة جدا، وهي بتحدد لك انت هتروح بيها زي بالظبط. احنا كستات البس فستان شيك قوي جدا جدا، في الاخر في قطعة اكسسوار اللي هي القطعة الرئيسية. يا موفقة فهتعلي الفستان، يا مش موفقة فبوظت شغل الناس كلها. لما بتيجي تعتمد موسيقى تتر مسلسل، انت فين على خريطة الموسيقى العالمية؟ هل بتقتبس منها؟ هل انت بتخلق مع نفسك موسيقى؟ يعني الناس اللي بتكتب مثلا كتيبة فجأة تيجي على باله جملة فيقوم بسرعة كاتبها لحسن ينساها، هل ده بيحصل معك؟ يعني هو طبعا احنا بنقتبس موسيقى من اي حتة، احنا بنألف موسيقى يعني. اعتمدنا يعني كومبوزر كمان. احنا بنخلق موسيقى جديدة يعني. لكن طبعا احنا، انما اقصد الارتمة الغربية زي التانجو الفالس، ده جزء من منظومة من التكوين الموسيقي العام يعني. أيوة احنا كموسيقيين في القرن 21 سبقنا. لو قلنا الموسيقى ابتدت طبعا من ايام العصر الحجري يعني، لما اكتشف الموسيقى يعني الانسان، بس تطورت وتطورها في فتره الباروك والرينيسانس والكلاسيكال. ده التطور اللي احنا بنستقي منه كل الادوات اللي بتخلينا نالف موسيقى تصويريه بالذات، لان هي معتمده على الموسيقى الكلاسيكيه اكتر يعني. فطبعا في عناصر كتيره بنستخدمها يعني، زي الريذمز الارتام الغربيه والعربيه كمان يعني، والمزج بينهم برضو احيانا طبعا بيبقى مفيد جدا، وبيدي بعد ثالث اللي هي الموسيقى كلها عباره عن كده. هي بتبقى زي يعني بوتقه بيترمي فيها حاجات كتيره كده، وبعدين يطلع منها حاجه ثالثه. طب الحاجات بقى الكتيره الحلوه بتاعت تامر كروان يعني الموسيقار الكبير، وعدتنا ان انت هتعمل في سي دي مثلا اعمالك كلها وكده، ان شاء الله هنشوفها كلها مجمعه. والله ما بقاش في سي دي دلوقتي، بقى كلها دلوقتي ما لا بقت كلها على المنصات والحاجات دي. بس مش هتجمعها يعني عشان احنا اللي والله مستقبل. عشان اجمعها لازم بيحصل اعاده صياغه لازم يعني. حتى انا الايام دي بحضر لحفلات للجمهور يعني. الموسيقى فلازم ما اقدرش استخدم نفس الموسيقى الموظفه للعمل الدرامي. احنا حبيناها كده يعني، ما هو بس هتحبوها اكتر لما اعيد توظيفها واعيد صياغتها للعزف يعني. انت طلعتي على المسرح كتير، لازم الجمهور يتفاعل مع الموسيقى والغنى، فتعملها انها تصلح للاداء في حفله. دي معموله لمشاهد محدده او لعناصر دراميه محدده، فلازم اعيد صياغتها واطورها بحيث انها تبقى على المسرح معزوفه يعني. نشوف كونسرت للموسيقى ان شاء الله قريب ان شاء الله. اللي بنقول دايما يا استاذ سامر انه الممثل الشاطر ممكن يدخل عملين في وقت واحد بشخصيتين مختلفتين تماما ويؤدي في الاثنين احسن من بعض، لان هو شاطر كده كده. اعتقد كمان الموسيقي الشاطر اللي هو يدخل عملين مع بعض، واحد فيهم ديني ليه صبغه وطابع خاص جدا، والتاني كوميدي. الف حمد لله على السلامه، انت عملت الموسيقى هنا وهنا في نفس الوقت في رمضان اللي فات، فازاي قدرت ان انت تفصل ما بين ده وده؟ مفيش اي تداخل من اي نوع، بس بصمتك موجوده. ما طبعا البصمه يعني دي حاجه تانية. دي اي مؤلف موسيقي لازم يبقى له بصمته. مزبوط. عشان يبقى اللي بيسموها اصلي يعني، اوريجينال يعني. لكن والحمد لله انه كوميدي وتاريخي يعني، مش اتنين تاريخي بس. حتى لو نفس الجانر او نفس النوعيه من البتاع، انا باخد من العمل
يعني انا باخد الطاقه اللي طالعه لي من العمل، سواء بقى طريقه التصوير، طريقه التمثيل، طريقه الاخراج. بتقرا السكريبت كله مستر طبعا؟ مش كله طبعا، لان اولا ما بقاش كله اتكتب يعني في المسلسلات. بالظبط يعني كام حلقه مش هلحق يعني اخلص رمضان اللي بعده يعني. فلا يعني بقرا السكريبت يعني اللي موجود من السكريبت، وبشوف اللي موجود من المشاهد اللي اتصورت يعني. من الحاجات الصعبه برده اللي عملتها حاجه زي ما ايمان قالت، حاجتين مع بعض ب 100 وش والاختيار. مع نفس يعني وطني وحروب وقتال وبتاع، وميت وش كان كوميدي. برضه كانت صعبه. ما هي بتبقى اختيار، مش صعبه، بتبقى انا بركز على زي ما قلت ان انا باخد الطاقه بتاعه العمل من العمل. طب ازاي بقى الاختيار هنا؟ مع اتفقت مع بيتر ميمي مثلا ان انت تبقى يعني غير اللي حصل في السنين اللي فاتت. كنا بنشوف العمل الوطني ده ليه طريقه، وفي ناس تميزوا فيه طبعا زي عمار الشريعي وغيره. حضرتك ازاي كنت مختلف؟ ازاي طلعت مختلف؟ لا كنت مختلف ان انا كنت انا يعني ما يعني ك ك كمؤلف موسيقى انا ليا وجهه نظر، وليا والوجهه النظر دي بتوافق فيها مع المخرج عشان اقدر اطلع حاجه متفرده، حاجه جديده، حاجه اصليه ما اتعملتش قبل كده. الحمد لله. مش ما اتعملتش قبل كده قوي طبعا، لان لو ما اتعملتش قبل كده الناس مش هتعرف تسمعها. يعني قريبه لازم تبقى قريبه واحساسها قريب للناس. فمتهيألي في الاختيار ده اللي حصل برضو، ان يعني ان انا قدرت ان انا اوصل المشاعر واخدت جوائز فيه برضو. الحمد لله. طيب عاده معروف انه الموسيقي دايما عنده ودان زينا وبيسمع زينا كحاسه موجوده عند الناس كلها، بس هو مش بيسمع زينا فعليا. يعني انه كتير من الموسيقى العالميه مقتبسه من الطبيعه اللي هي فيها موسيقى. يعني هو بيسمع زقزقه العصافير غيرنا، ممكن يطلع منها مزوره او جمله موسيقيه، او ده صوت البحر، صوت الخطوات الرجلين، ممكن كل حاجه بالنسبه له بتترجم عنده في المايند سيت عنده بطريقه مختلفه. هل انت بتاخد من الطبيعه؟ بتاخد منين؟ بتستوحي الموسيقى بتاعتك منين؟ هقول لك بصراحه، باخدها من حاجات كتيره جدا، مش ضروري بس من الاصوات اللي موجوده في الطبيعه. باخدها من الطاقه اللي موجوده في المجتمع. يعني انا زمان اول ما ابتديت اعمل موسيقى انا كنت بشتغل كمخرج، وكنت بنزل اصور او مونتير، وبنزل اصور وبشوف ناس في الشوارع وحاجات كتير، كنت افلام تسجيليه. فبالتالي ده كان بيديني ذخيره من الطاقه دي. ويعني ومن وكان ومتهيألي ان اياميها كانت المزيكا بتاعتي احلى. لا لا هي على طول جميله. يعني لما ابتديت اركز في الموسيقى بس فقدت ال 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 يعني مش فقدت يعني فقدت جزء من مصدر الالهام. المصدر الالهام اللي هو اللي بيجي من الحياه والزخم الحياه. عايزه ارجعك للبدايات، وحضرتك مهندس وطلعت عملت في محطه خارج مصر في المونتاج وكده وكنت مونتير. ازاي يسري نصر الله بقى عرفك وقدمك؟ اول فيلم كان المدينه. ازاي اتعرفت عليه وازاي دخلت الفيلد ده وهو غريب عليك؟ بصي انا اتعرفت على يسري قبل ما اسافر انجلترا. لان انا كان اياميها المونتاج لسه على الاجهزه. ايوه بالظبط. الفيولا في السينما والبيتا كام والحاجات دي في التلفزيون يعني. فبالتالي فكان نزل ساعتها اول اجهزه المونتاج اللي هي على الكمبيوتر. بقى على الكمبيوتر مش بالايد بقى وبالقص. كنت انا اول واحد في مصر يشتغل عليها يعني تقريبا. فبالتالي يسري كان مهتم جدا بالتكنولوجي دي وكان ايه، فتعرفت عليه لما جه يشوف الجهاز ده. حلو. وابتدينا وبعدين سافرت ورحت وجيت وبتاع، ولما رجعت عرف ان انا بعمل مزيكا. انت درست موسيقى بره؟ لا انا كنت بدرس في مصر كتير قوي، ودرست بعد كده كملت الموسيقى العالميه يعني. بس انا من وانا صغير بلعب مزيكا يعني، من وانا عندي 3 سنين تقريبا يعني. بدرس طول مع ذلك الوقت. دخلت هندسه يعني ليها علاقه؟ ما كانش عندي اي طموح ان انا امتهن يعني الموسيقى يعني حتى اي نوع من انواع الموسيقى. شجعك بقى يسري نصر الله؟ شجعك واداك فيلم؟ اداني يعني سمع حاجات اللي انا بعملها وعجبته وقال لي
تعال نجرب في الفيلم المدينة. فجربني في مشهدين وبعدين كملنا الحمد لله. عن بقى الملابسات والمواقف اللي حصلت على مدار التاريخ الجميل ده عايزين نعرفها، بس بعد ما نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع الموسيقي الأستاذ تامر كروان. لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم وستات ما عرفوش يكذبوا، لسه موجودين معانا الاستاذ تامر كروان الموسيقي الرائع صاحب البصمه الفريده من نوعها. والسؤال الان، احنا كستات عارفين كويس انه لما مثلا موضه اللبس بنوصل عند منطقه معينه فبنرجع تاني، رجعنا ستينات رجعنا ثمانينات، هل الموسيقى كده كمان فيها موضه؟ باعتبار ان حضرتك اكيد عندك بريدكشن، عندك تصور للي جاي، يعني ممكن نلاقي مثلا المزيكا بترجع معانا للباروك او الرينيسانس او الكلاسيك تاني او بطريقه ما، ولا الموضه ايه؟ هي ده بيحصل يعني مثلا في الـ في الـ في السبعينات كانت ابتدت طريقه، يعني بتكلم موسيقى تصويريه، يعني الموسيقى التصويريه كانت ابتدت تبعد قوي عن الموسيقى الكلاسيك وكانت كلها جاز وروك والكترونيك ميوزك وحاجات كده. وبعدين في بدايه الثمانينات ونص الثمانينات ابتدت ترجع تاني الموسيقى الكلاسيكيه هي المهيمنه على الـ الافلام وعلى يعني حصل طفره في موضوع الموسيقى ده. وهتلاقي برضو ان بيرجعوا، يعني مثلا في افلام بتاخد موسيقى الستينات حسب طابع الفيلم، حسب طابع الفيلم فبتتحول لموضه الناس بتستخدمها في افلام تانية نجحت فيمشي كل وراها لا طبعا موضات طبعا بتبقى في موضه سبعينات تاني جاز. انا بسالك السؤال ده عشان اعرف الخلطه بتاعتك انت زي كده بتحط ايه على ايه المقادير عشان يطلع في الاخر حاجه عليها امضاء تامر كروان محدش عارف يعمل زيها من الاخر. يعني بصي انا بشتغل بطريقه زي ما قلت لحضرتك الطاقه من العمل، فده اول حاجه. بس بصمتي بتخش عن طريقه شغلي انا مختلفه شويه، انا ما بعملش لحن وابتدي اوزعه، يعني عاده الموسيقى الشرقي بتتعمل انها في لحن اساسي، ميلودي على العود او على البيانو، على العود او على حتى على البيانو بالايد اليمين، ونبتدي نعمل له توزيعات ويبقى هو ده الموسيقى. انا بشتغل بطريقه الغربي شويه في التاليف، الغربي الكلاسيكي اللي هي طريقه اللايت موتيف، ان يبقى في جمله لحنيه قصيره جدا موتيفه بتتكرر معانا بتتكرر او بتتطور وبعدين بتخلق منها لحن. شوف حتى وانت بتوصف كده شوف البادي لانجوج بتاعك فنان برضو. يعني هي بتبقى لبنه طوبه صغيره كده في بناء، فالبناء بيبقى اقوى ومتخيل البناء ده من الاول في دماغك كل يعني مع الخبره الواحد بقى يبقى عارف ده هيطلع شكله ايه. ايه احب الاعمال بتاعه تامر كروان لتامر كروان؟ كلهم اولادي كلهم لا طب نقول اخلع عنقود مثلا، يعني لا في حاجات حلوه، يعني في حاجات يعني مثلا واحد الغروب، واحد الغروب نيوتن، ذات سجن النساء، ذات شقة مصر الجديدة، ذات خبر في المسلسلات في الأفلام كتير يعني. طب وباب الشمس، طيب إيه بقى أحبهم لقلبك؟ ما هم دول يعني. طب من أعمال غيرك يعني، أنا شايفة وأنت دايما يعني ما شاء الله بتتكلم عن زمايلك. طبعا لا في حاجات يعني في منافسة يعني بس شغل خالد حماد وعمرو إسماعيل وهشام نزيه الله يعني كل الله. يعني كلهم بحبهم يعني. هو ده الفنان المحترم اللي بيعشق يعني. أنا عايز أسألك سؤال يعني محرك شويتين، يعني لو جالك عمل انك تعمل له موسيقى تصويريه او تتر للمسلسل او للعمل عموما، هل بتبص على مين هو النجم او ايه هي قيمه العمل ده فنيا؟ هل هيأثر ولا لا؟ بيبقى عندك زي ادوات تقييم او معايير تقييم العمل وبيها ممكن تقبل وممكن ترفض؟ طبعا يعني لا، اهم حاجه عندي هو الـ 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 العمل يعني قيمته ايه.
يعني بصرف النظر عن النجوم طبعا ما هو يعني لما بيجيبوا نجوم بيبقى القيمة أعلى، بس طبعا يعني أنا عملت أفلام كتيرة ولغايه دلوقتي بعمل أفلام قيمتها الفنية وتبقى أفلام مستقلة وتبقى أفلام فيها يعني ما فيهاش نجوم بس بتحمس. يعني ممكن تتعاون مع شباب مثلا؟ طبعا بتحمس لان لو الموضوع عجبني ولقيته متنفس حلو ومعمول حلو جدا وانا وجودي فيه هيبقى عنصر مؤثر في العمل ده ان هو يبقى عمل ناجح، ده بالنسبه لي مهم. طيب دكتور يعني او موسيقار تامر كروان، ايه الفرق بين تترات المسلسلات زمان ودلوقتي كتفاصيل؟ يعني هل اختلفت الالات الموسيقيه؟ المؤلف مختلف بس في حاجات في روح او في العزف اختلفت؟ احنا يعني زمان كان الامكانيات قليله قوي. ما كانش يعني اولا كان في فتره تسجيل اللي هو تسجيل المونو يعني في بدايه التلفزيون والحاجات دي، فكان بتبقى صعبه قوي وكان كانش في خبرات قويه في الموضوع ده يعني. وبعدين ظهرت فكره السيكوانسرز والاستخدام الالكترونكس كتير ده في فتره معينه، بس هو العامل الاساسي ان كانت تترات المسلسلات ثلاث ارباعها اغاني واللحن عايش ويانا لحد دلوقتي يعني عايش. لكن كلحن. دلوقتي زي ما استاذه ايمان قالت ان ان التتر مهمته تحضير المشاهد للدخول جوه المود بتاع المسلسل، وده عنصر مهم جدا. بس كانت الاغاني بتحققه مثلا في ليالي الحلميه. ليالي الحلميه، ليالي الحلميه كانت اغنيه. كانت اغنيه؟ كانت اغنيه طبعا محمد الحلو. طيب يعني الاغاني كان ساعتها، لان واحنا خلي بالك احنا ثقافتنا في فيما يخص الموسيقى ثقافه غنائيه مش ثقافه موسيقى. مع ذلك حضرتك بتحرص ساعات ان يبقى موسيقى بس. لا ما هو في يعني في حاجات ما ينفعش اعمل مسلسل مثلا بوليسي او زي نيوتن مثلا لعبه او زي لعبه نيوتن واعمل له اغنيه خارج عايشه يعني خارج البلد طول الوقت. لا يعني مسلسل فيه في في تنشن وفي يعني مثلا مسلسل بوليسي هنعمل له اغنيه ازاي؟ هيبقى اغنيه غريبه قوي بصراحه. فهي النقطه الجانر بيفرق، نوعيه العمل بيفرق، وفي نفس الوقت المزاج بتاع انا هحقق باغنيه الحكايه ان انا اخش في المسلسل في المود ولا لا. بالظبط. طيب دلوقتي رغم دراستك في بريطانيا للموسيقى الا انه انت محافظ قوي على الطابع الشرقي وعلى الموسيقى العربيه، يعني لو نحافظ على الموسيقى العربيه الاول بعدين نشوف هنعمل ايه. لا مساس. فبس دي النهارده احيانا بتكون معادله صعبه. طبعا. بتحققها ازاي؟ لا انا يعني حكايه المحافظه دي جايه من غير قصد يعني. يعني انا تربيت على الثقافه المصري. ده المخزون بتاعك. ده المخزون بتاعي يعني. بتسمعه انا متعلم طول الوقت في مدارس اجنبي وفي جامعه اجنبيه وبسافرت لندن، بس في وقت المخزون قوي جدا يعني انا وانا صغير فاكر ان انا كنت بتفرج على افلام الابيض والاسود دي كتير جدا بالغنى اللي فيها. انت كنت تتمنى تعمل دعاء الكروان وصرحت طبعا كل الحاجات دي كل الحاجات الارض والافلام الجميله دي كنت تتمنى تعملها. بس اندريا رايدر عامل حاجات احلى يعني هو انا ما اقدرش استاذ يعني هو الرائد طبعا، ولكن لا وفؤاد الظاهري وعلي اسماعيل كلهم يعني لا انا كان نفسي ان انا كنت موجود في الفتره دي بس بامكانيات العصر اللي احنا فيه. طب لو بامكانيات دلوقتي وعملنا فعلا اللي عدنا الموسيقى التصويريه الافلام دي هتبقى ابداع. اكيد طبعا يعني بس هو طبعا كل عصر بيبقى له ناسه اللي متوافقين مع العصر ده. هي بس انا اللي كنت قلته ان انا عايز اعمل الافلام اللي ما اتعملهاش موسيقى تصويريه، يعني نتاخد موسيقى عالميه اتحطت عليها. احنا في افلام بنفتكرها من الموسيقى بتاعتها زي فيلم مثلا خلي بالك من عقلك. شريهان وزعيم عادل امام. طبعا الموسيقى التصويريه بتاعته لحد النهارده احنا بنحطها، حتى في ناس بتحطها رنات على التليفون من كتر جمالها يعني. وفي الدراما رأفة الهجان وليالي الحلميه كل ده وليالي الحلميه وغيرها كتير. اي حد لما بيوصل للنجاح بيبقى مهمته هو الحفاظ عليه. وعشان نحافظ على النجاح لازم طول الوقت ان احنا بنحقق، مش هنقف عند منطقه ونقول احنا كده بقينا تمام. اكيد في حلم، في مشروع، في هدف جاي. ايه البيبي اللي انت شغال عليه دلوقتي؟ ايه المشروع؟ هو المشروع اللي انا قلته ان انا عايز اقدم الموسيقى دي للمسرح، لان هو في نقص
في 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 في, في الموسيقى الخالصه المقدمه للجمهور اللي بتخلي الجمهور يتفاعل معايا. الاستاذ عمر خيرت هو الوحيد اللي بيعمل ده. فده محتاج يتوسع اكتر من كده. محتاج ان انا يعني خالد لسه عامل حفله من شهرين وكانت ناجحه جدا. وان شاء الله انا هعمل وعمر اسماعيل هيعمل وكذا حد عشان يبقى في المجال ده موجود. لان ليه احنا كشعب كشعب عربي ما بنسمعش غير غنى. صحيح. فالحاجه اللي تخلينا نسمع موسيقى خالصه انها تبقى مرتبطه بعمل درامي. تصحيح طبعا على ذكر الموسيقار عمر خيرت هو اللي عمل خلي بالك من عقلك. مش عمار الشريف. حضرتك ما رضيتش تصلح لي ليه؟ صلح لي. طبعا تصحيح لازم الواجب والشكر ليه طبعا يعني ربنا يخليه يعني بصراحه. فهو اللي فتح السكه دي. هو اللي فتح سكه الحقيقه سكه جديده خالص في الموسيقى التصويريه. لا تقديم كمان الموسيقى الخالصه من غير غنى على المسرح. سوري يا منى. لا طبعا يعني الغنى مهم بس الموسيقى برضو لازم تبقى موجوده. المسرح اداء مختلف. بس هل انا بتكلم حضرتك عن المسرحيات ولا عن التابلوهات الغنائيه مثلا ولا عن الاستعراضات؟ لا انا بتكلم عن المسرح كمكان كخشبه مسرح وبعدين نشوف هنقدم عليها ايه. الاوركسترا بتلعب عليه يعني. طيب هل بتشوف انه المؤلف الموسيقي لازم يبقى دارس ولا ممكن يبقى موهوب؟ وهل كل اللي دارسين بينجحوا؟ لا مش كل اللي دارسين بينجحوا ومش كل الموهوبين بينجحوا. ليه؟ لازم يبقى في حد ادنى من الدراسه. يعني انا لما رحت انجلترا كانوا المفروض يدرسوا لي تاليف وتوزيع وهارموني والحاجات دي كلها اللي هي الاساسيات بتاعه. فلما سمعوا شغلي هناك عندهم طريقه تفكير مختلفه تماما. لما سمعوا شغلي اللي انا اديته لهم قالوا لي لا احنا مش هنعلمك لا تاليف ولا هارموني لان انت كويس قوي في الموضوع ده واحنا عايزين ناس جديده تطلع بافكار جديده لان احنا اكتشفنا ان احنا بنعلم الناس استنباط. لما بيتعلموا تاليف طريقه تاليف بيطلع استنباط من اللي قبله ومن اللي قبله ومن اللي قبله ومن اللي قبله. فبالتالي هم عايزين حاجات اصليه اكتر. صحيح. فابتدوا اتعلم بس الثيوري اللي هي النوت وازاي اكتب وازاي اقرا والكلام ده وده كان ايه اقرب اله لقلبك؟ البيانو طبعا اول حاجه واقرب اله بعديها بحب استخدمها في شغلي التشيلو. طيب ما ينفعش نخلص اللقاء وما نقولش على واحة الغروب اللي هو طبعا انت استخدمت صوت وائل الفشني في التتر. كانت اقتراح حضرتك ولا كاملة ابو ذكري؟ وطبعا بقول لها مبروك على الجائزه كمان يعني الف مبروك يا كاملة. كان اقتراح مين؟ لا هو يعني. انا فاجئتها بالتتر. مش معقول. يعني هي كانت طالبه موسيقى بس ولا لا احنا كنا على موسيقى بس. موسيقى بس. وكان يوم كده يعني قعدت افكر طب هعمل تتر لملحمه زي دي ازاي. الله. فبس فكلمت وائل وسجلت تعالى وسجلت يعني وقلت له يعني اخترنا الكلام. كلمات مين مش فاكره بقى؟ لا دي حكم صعيدي قديمه. قديمه يعني من حاجات من التراث. كان غناها كذا حد يعني. أيوة. بس خدنا الكلام ولحنته انا لحن تاني. وقلت له الغني ورايا اللي انا بقوله ده. الله. وحتى اللي طالع في البتاع ده كان الغنى المبدئي اللي في المكتب على طول. اول تراك خده يعني. انت جريء ومجازف لاي مدى؟ يعني انا مجازف جدا. اللي انا فيه ده يعني كان حسيت لا اللي انا فيه ده مجازفه اصلا ان انا كنت مهندس وبشتغل وكل حاجه وفجاه سبت شغلي واتجهت للموسيقى. ده كان اول مجازفه. انت كنت عايز تحرمنا. عندنا مهندسين كتير بس ما عندناش تامر كروان يعني ازاي نتحرم منك يعني. طيب ايه اللي ممكن يخطف ودن تامر كروان؟ تاليف حلو للاوركسترا. ده اللي بحبه. موسيقى صوت معين اغنيه معينه. موسيقى وصوت غنى في احساس اكتر من التكنيك. بالظبط. ده اللي بيخطف الاحساس هو اللي بيبقى ودني. مظبوط. انت نورتنا استاذ تامر كروان والف مبروك للجائزه وفي انتظار جوائز جايه كتير ان شاء الله ونشوف لك اعمال حلوه مش حتى رمضان اللي جاي قبل رمضان كمان ان شاء الله. زي ما عودتنا دايما نورتنا وخطوه عزيزه. طبعا كمان قبل ما ايمان تختم تختمي ولا ايه؟ يا دوب.
طيب احنا عارفين طبعا عندنا مطبخ. نشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا وشكرا على وقتك بجد. موسيقار انا اللي شرفت والله. الله يخليك. شكرا ليك. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل شيف محمود سعد هنشوف بقى حضر لنا ايه النهارده. خليكم معانا. جه معادنا وحسن الختام ومطبخ الستات مع شيف محمود سعد. ازيك يا شيف محمود؟ اهلا اهلا بيكي، وسلم عليكي طبعا، وبسلم على الجميله ايمان عز الدين، وسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا في فقره المطبخ. النهارده جبت فرخه وعملتها بالبردقوش وبالزبده وشويه زعتر والثوم، وريحتها تجنن. بايه يا محمود؟ بردقوش وزعتر وبردقوش. ولا بردقوش؟ بردقوش بالكاف. بردقوش بردقوش. بس المقادير المنوره منوره. وكمان عامل مخبوزات حلوه قوي تنفع للفطار بعجينه اتمنى ان انتوا تعملوها، هتنفع حلو وحادق. حلو. هنعملها النهارده بالسكر، ولو حابه انت بقى تحشيها بسطرمه جبنه رومي زيتون حاجه هايله جدا يعني. بس نحط بدل السكر ملح؟ لا انا رش السكر فوق. للحلوة. أوكي. للحلوة يعني هي للحلوة. للحلوة للحلوين. فانا رشش السكر عليها من فوق. ومن العجاني الناجحة جدا، واحب ان انتوا تعملوها. يلا بينا. يلا بينا. طيب الوصفة الاولى هي الفراخ، المقادير بتاعتها جايب فرخة، بحتاج كمان ليها معلقتين من الثوم المفروم وزبدة، معلقتين من الثوم المفروم وزبده وبردقوش وخل تفاح وملح وفلفل وسبع بهارات وبصل، يعني ممكن نستخدم بصلايه صغيره كده، مع شويه رز ابيض للتقديم لو حبيتوا تستخدموا رز ابيض للتقديم. كويس. وادي البصلايه، وادي الثوم. حاضر حاضر. ونخلي دي هنا كده ونبدا نقطع الفرخه. اول حاجه هو بيقول لك ايه يا محمود؟ مين انت بتقول له؟ حاضر. عايز اعرف. انا قلت انا رضيت، هو ده عقلي الباطن بيرد. ساعات على فكره يجي لك فويس نوت على التليفون فانت بتسمعها تقول له اه. قوه الشخصيه، قوه الشخصيه هي اللي بتفرض سيطرتها على المكان. اللهم بارك. ايوه. انا حطيت هنا في الطاسه زيت، وناخد هذه الفرخه الجميله ونبدا نقطعها وكده اهو. من هنا نشيل ازازه الزيت عشان الفرخه تتظبط كده. ناخد دول بنقطعها كده. كام قطعه بقى؟ انا بقطعها على يعني زي ما انت شايفه كده. بس انا اهم حاجه يا ايمان الجزء ده انا ما بحطوش في الاكل، انا بخليه وبعمل منه مرقه تطعم لي الاكل بتاعي. قدام انا بيجي عليا اوقات، بيجي عليا اوقات، ومهم قوي ان انا يكون عندي شويه من العظم اللي انتوا شايفينه ده او كده. ما تستخدميش حاجه يا لينا. ها لينا؟ لا لينا ازاي. اهم حاجه ما تستخدميش الدقيق اللي تحت الحوض. ها انت جبتي، انت خدتي من اللي تحت الحوض. بس بقى اهو شيرين الجميله بنمسي عليها طبعا جدا يعني حبيبتنا. طعنا دي كمان وحشتنا قوي. جميله. نشيل العظميه الصغيره دي هتنفعنا في المرقه. حط هنا كده. مهم قوي بقى ان احنا الزيت يكون سخن. دي قطعة أو ودي التانية يعني. ودي التالتة ودي الرابعة. ونيجي على الجزء ده، ناخد الجناح مع سنة ينفع يتقسم من الصدر. انا باخد الجناح مع حتة من الصدر. كويس. واقطعها كده اهي. الكتف دي بتبقى لذيذ، دي ألذ حتة في الفرخ. دي هي دي المزيكا. مزيكا. ومهم ممكن قوي الفخد ينفصل عن الدبوس برضو. عناية. بمناسبة المزيكا، بتحب مسلسل ايه للموسيقار تامر كروان؟ يعني هو عمل ذات وعمل بميت وش وعمل وحده الغروب. الله عليك. ده من الحاجات الجميله جدا. ورساله الامام السنه دي كمان. والمزيكا بتاعته يعني كانت نقله حلوه قوي. أيوة. وانا بحبها الحقيقه. إيمان بجد. بتقول له ايه المقادير بتاعتك؟ تقول له مسك صاحب المطبخ شويه. بمناسبه المطبخ هي مقادير. هي اي ابداع خلطه كده. هي مقادير. دي حلوه. عجبني قوي الموضوع ده. حط الفراخ كده و حطت سمن زبده ولا زيت الاول. حط قطع الفراخ ويصدمها. وانا قطعت دبوس من الدبابيس عشان خاطر ايمان. انت عارف ان انا اللي يصدمني يقويني. ايوه احنا بنقول احب اصدم الحاجه مني. دي جديده دي يا دكتوره. لا ما كنا بنتكلم على الصدمات في الاول في البوست، انه تدي مناعه ما بيوقعنيش. اديني مناعه بالظبط كده.
يعني الحاجات فعلا اللي بتتصدم بتكش 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 لا الا ستات احنا ما بنكشش لا ما يهمناش مفيش حاجه بتخوفنا عشان تبقى احنا بنتكلم عن المرأة المستقلة النهارده انا بس يعني ايه حابب اقول ان اوقات بيبقى فيه فعلا كلام بيتقال في الاكل بيبقى يعني موضوع العجينه اللي تستريح الناس كلها معجبه بالرز والتوابل اللي بتطحن وموضوع موضوع كله الستات واخده الكلام في طريق الـ يعني تطحن تطلع احلى ما فيها طبعا التوابل تطحن تطلع ريحه حلوه احلى ما فيها دي حقيقه انا بعد ما يعني قطعت الفراخ بالشكل الجميل ده حط رشه فلفل اسود وحط كمان رشه ملح وبصوا بقى اللون الحلو ده يا عيني كده تاخد لون هنا اللي نزل الاول خدوا لون المجمده احسن ولا سايبه يعني لسه مدبوحه احسن يعني دي حلوه ودي حلوه يعني ساعات المجمده بتبقى زفره شويه دي حلوه ودي حلوه المجمده ما تفكيهاش تحت الحنفيه سيبيها في الكيس بتاعها وسيبيها على الرف ومتغطيه من اليوم اللي قبله ما تعجلش عليها يعني. تعجليش عليها تفك براحتها تماما طلعيها قطعيها وشوفي بقى انت هتعمليها ايه نظافتها مهم تتغسل كويس بعد ما تفك خلاص ومهم قوي كمان تخلي بالك من فكره انا بغسلها بميه ودقيق وملح جميل اللي بتقوليه ده جميل الدقيق عشان يمص الدم لان ماده نشويه والملح على الجلد خشن بيشيل الريش وايه تاني ملح ودقيق وايه ملح ودقيق والليمون علشان كده وليمون او خل انا او خل او نقطه خل بس الخل ساعات بيهري الانسجه نفسها صلى على النبي عشان انا مش عايز انسى الجزء ده اهم حاجه ما تفكيش الفراخ المجمده تحت ميه سخنه ناس بتستعجل هو ده اللي بيزفر الفراخ ماشي ادي الحركات الحلوه وادي الفراخ ابتدت تتشوح وتاخد لون جميل في التوقيت ده بحب اعمل ايه بقى حط رشه كده من البردقوش على وش كل حته الله. وحط كمان مكعب زبده اللهم بارك الله. ونجيب بلانشه وسكينه اتفكرنا بالاعشاب الحلوه بردقوش البردقوش ده حاجه سحر وناخد الثوم بتشرب كمان يا ايمان برضه لو حاجه سخن كده مشروب سخن طبعا مهمه قوي عشان الجهاز التنفسي عموما وكمان بيتحط على العسل الابيض للولاد الصغيرين عشان المناعه البردقوش برافو عليكي لو اخضر كمان يا نهار ابيض بيعمل حاله من الـ من الـ من روقان البال مشروب سحري الحقيقه صحيح حط شويه من الثوم كده ولو عندك برد او كحه او كده مهم قوي فكرنا انت كل يوم بحاجه انا المهم عندي الفتره دي كمان ان انا بتكلم في تفاصيل صغيره تقوي المناعه لان احنا سامعين بقى كلام واخبار ان كورونا جايه والمتحور الجديد شويه ثوم زي دول كده شويه الثوم دول على شويه دول مضاد حيوي لوحده دول ده اعجاز دول شويه الثوم الحلوين دول اعجاز مع نقطه زيت زيتون وحبه ولقمة عيش دول اعجاز انا بعتبرهم حاجه عظيمه نخلي شويه الثوم هنا تعملهم صوص كده لوحدهم يعني تاكلوا بالعيش الثوم والله بصي انا ليا اصدقاء من الجزائر الاردن والجزائر والمغرب العربي يعني دايما زيت الزيتون والثوم بالنسبه لهم حاجه حلوه جدا وانا بقول ان اللي مش قادر على ريحه الثوم القويه دي يسويه شويه في الفرن الراس زي ما هي مع نقطه ملح بيكون زي الزبده بيوريه ده بيجدد الدهر ده موضوع كبير موضوع كبير وانت عارف في ايران بيخللوه طبعا الثوم المخلل ده يجنن بتتخلل بس ثومية كبيرة كده بقشرها بتتخلل عادي حتت بتتقشر القشر بتاعتها بتبقى تحفة جدا وده جداً. انا هعمله مرة من المرات هنا ناخد الثوم بقى نروح بيه على الطاسة مكان الفراخ يعني واحنا بنشوي حاجة في الفرن ندخل راس الثوم كلها تبقى بيوريه كلها ومعجون كده شويه شوربه انا حطيت هنا شويه مرقه عشان الفراخ ما تتحرقش في طاسه سخنه ونيجي في الطاسه اللي فيها الزيت اللي نزل من الفراخ نحط شويه زبده حلوين على الثوم كده ايه الحلاوه دي وكمان حبه من الزعتر الاخضر على شويه بردقوش وكمان لمسه بقدونس صغيره وشويه ملح حلوين
على شويه من الفلفل والريحه الحلوه دي كلها والروائح الحلوه دي كلها. نبدا نقلبها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه، والريحه مش قادر اوصف لكم ريحه البردقوش مع الزعتر مع الثوم مع الزبده مع كل الخيرات اللي نزلت مع الفراخ. الله، حط الصدمه الثانيه. مش قادر اوصف لكم الحلاوه. ناخد الكلام الحلو ده كله ونحط عليه كوبايه من المرقه كده خلاص، ونشيل الكلام الحلو ده ونروح بيه على الفراخ يعني واحده واحده في الطاسه بس كده. يا سلام يا سلام على الجمال. وتسيبوا الكلام ده بقى لمده من 30 ل 40 دقيقه تستوي بشكل حلو. حط شويه بقدونس صغيرين كده، بقدونس وأحلى حاجة وايه تاني وزعتر اخضر، معلقه 3 4 معالق من خل التفاح، ونقفل عليها خل التفاح. خل التفاح بيعمل ريحه حلوه، ونقول لها باي باي لمده 30 40 دقيقه. حلو. تعالوا نروح على الوصفه الثانيه، على المعجنات بقى. على المعجنات الوصفه الثانيه هي مهمه قوي، ان هقول المقادير بتاعت العجينه حالا. يلا نقول مقادير العجينه. المقادير العجينه بحتاج نص كيلو دقيق، ولكل نص كيلو من الدقيق بحتاج نص كوبايه لبن ومعلقتين كبار سكر وبيضتين، ده غير صفار بيضه عشان ادهن وش العجينه، وبحتاج ربع كوبايه زبده وثلاث معالق من الخميره الفوريه صغيرين ومعلقتين صغيرين من الملح وشويه سكر للتزيين. ودلوقتي العجينه هنعمل واحده تنفع حلوه وحادث. يلا احنا معاك. عجينه واحده للحلو والحادق يا محمود، صح؟ الايه؟ العجينه دي للحلو والحادق، وفيها ميزه كبيره جدا، هي ان احنا مثلا ادينا ادي الدقيق، انا هقول لك حالا ادي الدقيق نص كيلو من الدقيق ونحط بيضايه حلو، والبيضايه الثانيه هندهن بيها، ونحط هنا حوالي معلقتين سكر. السكر اللي انا بحطه على العجينه هنا على في العجينه ده ما بيخليهاش حلوه، مش للتحليه، ده بيخليها تحمر اكتر. اوكي خلاص. كمان يعني حتى لو احط عليها حاجه حادقه بعد كده مفيش مشكله. بالظبط. ونحط معلقه لبن بودره ونص كوبايه من اللبن ومعلقتين صغيرين خميره مع رشه الملح، وما بحطش فانيليا. كل التفاصيل الصغيره دي بعد ما عملتها كده اعجن العجينه عجن قوي جدا. وزي ما قال ايمان عز الدين قالت ان المعلقتين السكر حتى لو انا حشيتها حاجه حادقه مش هيفرق خالص، اللي بيفرق ان انا الوش بزينه بيه. بالظبط. بعجن العجينه مع ربع كوبايه زبده كده. ده باتيه بقى مش عجينه يعني، ده باتيه. ماشي يا استاذ، يلا يلا ماشي انا موافق. طب ما تيجي نطلق عليها احنا اسمها وتبقى اختراعنا وملكيه فكريه. ده طعام الملكات. بصوا بقى العجينه هديه المدارس. هديه المدارس. بعد العجينه ما ما تستريح شويه وتتخمر شويه وتتعجن، هي عباره عن نص كيلو من الدقيق ونص كوبايه لبن وبضايه، معلقتين صغيرين من الخميره الفوريه، ومعلقتين صغيرين جدا من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، والزبده ممكن تبقى زيت. خلاص. وممكن يبقى زيت زيتون، ممكن تبقى زيت اي زيت انتوا حابينه، ان شاء الله جوزة الهند. حلو. خلاص. بس انا بحب اعملها بالزبده لان هي بتدي طعم حلو قوي بالزبده. هشه. باخد العجينه الجميله دي زي ما انتوا شايفين هي اوريدي بقت هشه كويس. الانسجه ابتدت تبان من العجينه قوي. الانسجه ابتدت تبان من العجينه، والموضوع فارق جدا 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 من جوه. بصوا يعني وبعدين هشه قوي. بنلم العجينه بتاعتنا كده وناخد منها كوره. خلاص. كوره وناخد كمان كوره كده اهو، ونبدا ريحه الفراخ ايه. ونبدا نفرد العجينه كده صوابع واحده والثانيه. ممكن تعملوا منها اشكال زي ما انتوا عايزين. انا كل اللي بعمله بالعجينه دي ان انا بلف العجينه كده كده كده، وعايز اقول لكم ان العجينه بالشكل شكل الاسكارجو اسمها ايه الحلزونه. الحلزونه سكارجو بالفرنساوي، حلزونه بالعربي. وليها اسم تاني هفتكره دلوقتي. ايوه سكارجو بالفرنساوي. ايوه صح، انا قلتها بالفرنساوي بس هي ليها اسم
بالانجليزي سنيلز افتكر. طيب احنا لفيناها بالشكل ده وبالشكل الحلزونة الجميل اللي بالعربي ده واهو بعد ما لفيناها كده كان بيقول الحلزونة في فيلم ده عادل مهم عادل امام كانت قصيدة الحلزونة كانت قصيدة جميلة. وبعدين انا كل اللي بعمله ان انا بجيب الصفار البيضاء ادهن القطعة بالشكل الجميل ده قبل ما اخدها واروح اجيب صينية مهم جدا اهو ادي الصينية وادي القطعة الجميلة بتاعي تحشيها بقى يا محمود تفتحها بالسكينة وتحشيها انا لسه ما حشتش انا هعمل ايه بقى احط السكر ازاي لا ما بحشيهاش بس هوريكي بقى المفاجأة بتاعتها ان انا بعد ما حطيت صفار البيض كده احط شوية السكر الحلوين على وش العجينة يا سلام وبعدين اسيبها تستريح في ظرفة من ظرف المطبخ لمدة نص ساعة بصوا الحلاوة بقى بصوا الحلاوة والجمال اهو الله. بعد ما استريحت بقى نص ساعة في الدرفة حطيناها في الفرن قد ايه كده حطيناها في الفرن درجة حرارة الفرن 180 لمدة من 12 ل 20 دقيقة بصوا القطع الحلوة دي انا عايز اديكي واحدة هنا تدوقيها وكمان ايمان اخلي دي هنا منظر بس يعني منظر ايوه تعرف لا بس والله حاجتك حلوه محمود سلامي طبعا سلامي يعني سلامي يعني. وشكل المخبوزات يا جماعه وهشه وحلوه قوي انا عايز الحق اوريكم بس واحده هي يعني افكار بسيطه فتح من جوه شكل القطع من جوه بصوا لشكل القطع بصوا يا سلام يا سلام وقد ايه هشه وجميله وتفتح النفس بصوا الجمال بصوا الحلاوه خلاص دي يا جماعه واحده من دي حلوه قوي مع كوبايه شاي بلبن خلاص كوبايه شاي بلبن صحيح طبعا شغال افكار حلوه شاي بلبن الا الشاي بلبن بارد بقى والفطار الشاي بلبن ده ما بينزلش في المعده ده بينزل في القلب والله واجي بقى على الفراخ بعد ما استوت اديها بس رشه من الفلفل كده وناخد معلقه كبيره ونقدم قطع الفراخ الحلوه بتاعتنا وهي بقى شاربة من الصوص الحلو مع الزعتر والبردقوش والبقدونس والزبدة والتوم ريحة التوم الهايلة متشوح في الزبدة القطعة دي بقى كل قطعة من دول يا جماعة عاملة زي الزبدة بالظبط زي الزبدة هوريكم دلوقتي هفتح لكم قطعة من القطع يعني مش لازم ان الصوص يبقى مغطي وش الفراخ نفسها لا مش لازم يعني انت يا دوب حطيتي كوباية مرقة بس وعايز اقول لك شوية الصوص دول يا سلام بقى لو مع رز ابيض او مع حاجة حلوة كده بعدين اهو شوية الصوص اخد معلقة من المعالق كده شويه الصوص يا سلام يا سلام على ريحه الطوم بص انا عاده لما بعمل حاجه فيها صوص زي كده باخدها اسوي فيها مكرونه بطريقه المبكبكه برافو عليكي زي امبارح برافو عليكي كان مطلع صوص روعه يعني لو انا هعملها سي فود هحط المكرونه تستوي في الصوص ده على طول على شكل الفراخ هنا حته الفرخه لو فتحناها من جوه اللي هو من ازاي من جوه زبده ودايبه وشيء وشربه من الثوم مع البردقوش مع الزعتر مع الحركات الحلوه حاجه كده يعني مش قادر اوصف لكم قد ايه تفتح النفس هاخد الطبق ده ونروح بيه جنب اخواته كده اهو نشكرك يا محمود بجد تسلم ايدك وجبة سريعة وفي الطاسة عملت الفراخ بطريقة متميزة جدا جدا والمعجنات والبردقوش كان جميل قوي في الوصفة دي هي خالت البردقوش كلمتين بردقوش انا بس عايز اقول حاجة ان احنا الفترة دي هنهتم بالمعجنات قوي لان هي حاجات حلوة وبتنفع للاطفال وبتملى البيت خير وبركه وست البيت دايما بتحب الحاجات اللي فيها عجين وهي ناجحه بس تسيبوا ست البيت تستريح ساعه زي العجينه وهي تعمل لكم حاجات حلوه بنحييك يا محمود وميرسي يا ايمان ونشوفك على بكره على خير وحلقه جديده والستات ايه انفلت ستات ايه مش اكدبوا ابدا خالص